مساء الخير. مر على لبنان فراغ رئاسي سيتم عامه الثاني في تشرين، وهو الشهر القابض على الأزمات والمصدر لطوفان لف المنطقة، ولا تزال ساعة الشرق الأوسط والعالم تدق على وقع عقاربه. ففي منطقة تتقدمها نعوش وأضرحة وسلسال دم لا ينضب، هل من مكان لكرسي رئاسي؟ هل من كلام سيرتفع فوق طبول الحرب الانتخابية في خريف أمريكا المعقود على صيف غزة الحار؟ موفدون وخماسية سفراء بعد خماسية الوزراء وصف من الاعتدال، وكلهم يتأهبون لإعادة توحيد الفصائل اللبنانية وإقناعها بالانتخاب الآن، أو ترحيل فكرة الرئيس إلى العام 2025. لكن ما بين أيدينا لا ينتج رؤساء ولا حتى جلسة تشاور تمهيدية للتشاور الكبير، فما يطرح داخليا وخارجيا لا يلقى إجماعا بين القوى السياسية، لا سيما إذا ما صحت المعلومات عن طلب دولي بسحب الثنائي ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجي. سيصل الثلاثاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بعد انقطاع أشهر، فهل تترقب بنشعي ضوءا من النفق الفرنسي؟ وقبل الثلاثاء أي رسائل أراد زعيم تيار المردة إدراجها على جدول الأعمال؟ وماذا سيقول عن الشهر التالي الذي يرسم معالم الرئيس أو يغلق الباب على الانتخاب؟ سليمان فرنجي وبشفافية معهودة في حوار من بنشعي سيجيب فيه عن أسئلة تنتظر جوابا ولا تحتمل الفراغ، فماذا سيقول عن اتهامه باحتجاز الرئاسة، عن حراك الوفود، عن ثنائي داعم شيعيا وثنائي ممانع مسيحيا؟ رئيس تيار المردة سليمان فرنجي في هذه الحلقة الخاصة من وهلأ شو مباشرة من بنشعي. مساء الخير معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. مساء النور أستاذ جورج. بداية الكل يترقب هذه الحلقة لأنه إطلالاتك كتير قليلة وتصريحاتك قليلة، الكل ناطرين شو رح تقول، أي إجابات ستحمل هذه الحلقة. نحن عم نطل معك من بنشعي ومن مكان هاي لأول مرة بتطلع فيه بلقاء تلفزيوني، بتعتبره مكان خاص لإلك ولعائلتك، فشكرا لإلك على هذه الحلقة وعلى استضافتك لإلنا. ما بعرف ليش هيدا المكان هالقد بيعني لك، هيك خبروني شو بيعني لك. لا لا، هيدا مكان قاعدة مكتبي مثل شقة صغيرة هيك حلو حد البيت نقعد فيها، صار لها شي 4 سنين، خلصت 3 سنين. بتحس فيها بصفاء يعني دائما انه يعني هذا اليوم طلعنا، انا بنطلع من البيت ما بدنا نخرب البيت كله جوا، طلعنا من هون. على كل حال ان شاء الله بنطلع من هون باجوبه على التساؤلات يلي الناس عم تطرحها. بدايه سليمان بيك، باخر لقاء معك من سنه وشهر تحديدا في هذا اتصلنا، مشان هيك قلنا ما عم تحكي مزبوط صح، بيقولوا بيقولوا حكيك قليل. من سنه وشهر بتقلي انه حظوظي بالرئاسه 50-50 50-50. طيب اليوم بعد كل اللي صار، بعد حرب غزة، بعد حراك الخماسية، بعد المواقف الدولية والداخلية، بعد كل تعقيدات المنطقة، هل بعدك 50-50 أو وين صرت؟ لا، أنا التوازنات ما تغيرت، يعني إذا بنطلع نحن الانتخابات هي مشروعة باللبنان، التوازنات ما تغيرت، بعد ما حدا في يجيب رئيس هلا، بانتظار التسوية الكبرى. بلاي أنا أنه اي رئيس بده يجي هلا حتى لو جاب 65 صوت بدون تسويه بالمنطقه، بدون بوادر تسويه، بدايه تسويه، برايي يعني بتكون اداره ازمه اكثر ما بتكون اذا بدنا نحكي تقليعه جديده بالبلد. المهم هو ايمتى بدها تجي هي التقليعه الجديده؟ بدها تجي برايي ساعتها بيكون في تسويه كامله بلبنان، بتنتج رئيس، بتنتج حكومه، بتنتج وبتنتج مكنه ديناميكيه عم تمشي لقدام تقدر تقلع البلد. هل التسوية ما زالت بعيدة؟ أنا بقول التسوية على مراحل، إذا بناطرين التسوية بالمنطقة كلها برأيي بنكون ناطرين بعيدة، بس هذه التسوية بتبلش ببوادة منها، بتبلش بحل مشكلة لبنان بعد ما أنا يعني مثل ما بلشت اليوم بسوريا بالمصالحة مع الرئيس الأسد بالانفتاح على الرئيس الأسد، بتمشي شوي شوي. أنا بقول لا، لبنان يعني على السكة. أنت اليوم تنتظر، بس لبنان ينتظر التسوية كمان. حضرتك تنتظر تسوية تأتي
تأتي بك رئيسا. ما تأتي بنا، تأتي. أنا أنتظر أنه التسوية اللي بتحل المشكلة بلبنان، مش التسوية بالمنطقة اللي بتحل، أو بداية التسوية، بداية الحوار بين بعضهم الكبار اللي بيحكوا بالمنطقة. يعني تحديدا مين ومين؟ يعني تسوية أمريكية، يعني إيرانية، أو أمريكية إيرانية، إيرانية سعودية، كل المنطقة تحكي مع بعضها، ننطر شو بده يصير أكيد بفلسطين، شو بده يصير بغزة، شو بده يصير بهول. بتصور هول اللي حيكونوا البوادر من وراهم، شو النتائج، حتبلش الحل. واكيد الحكي هون بلبنان حيكون مع يعني مع اللي بيحكوا. هل يمكن ان نصل الى رئيس قبل انتهاء حرب غزه؟ وماذا عن الراي الذي يقول يا اما بننتخب رئيس هلا بهاي الفتره اللي قبل ما تفوت فيها امريكا بانتخاباتها، او الرئاسه ترحلت لل 2025؟ انا بقول ممكن يكون هيك قراءه، انه في استعجال، لانه بيعتبروا ممكن ترامب يربح الانتخابات بامريكا. اذا ترامب بده يربح، في ناس مستعجله قبل ما يجي ترامب، وفي ناس تقول خلينا ننطر. يعني انا بعتبر اليوم اللي مراهن على ترامب بالمنطقه انه لمصلحته رح يكون المستقبل، بيقول لك خلينا ناخر ليجي ترامب. اللي ما اعتبر مش لمصلحته بيقول لك خلينا نستعجل قبل ما يجي ترامب. يعني مين المستعجل؟ فريقنا ما بيطلع لا هيك ولا هيك، بيعتبر امريكا كلها مثل بعضها، بيعتبر الجو كله الغربي مثل بعضه، بيحط الاجنده تبعه وبيمشي. يعني نحن تعودنا، ما عم بعطيك معلومات، عم بعطيك قراءه. ايراني الحزب كله بيطلعوا انه بيحط الاجنده تبعه وبيمشي. يعني لذلك انا بعتقد انه يمكن الامريكاني مستعجل، الاداره الحاليه بتقول لك قبل ما يجي دونالد ترامب بلكي فينا ناخذ شيء نقول حلينا مشكله بالشرق الاوسط، خاصه هي بهمها غزه، بهمها هول، وبهمها تعمل حل بلبنان. فرنسي كمان مستعجل، بيقول لك بلكي فينا اليوم نقدر نعمل نحن نكون شركه بهذا الموضوع. السعودي مش كثير مستعجل انا شايفه، لانه بيعتبر مع ترامب في ياخذ اكثر. اسرائيلي مش مستعجل، يعني اذا بتقول لي قراءه هيك انا هيك بشوف الامور. يعني عم تحط في تناغم بالموقف السعودي والاسرائيلي تجاه الرئاسه بلبنان؟ يعني ما بدي أقول، عم تقول اثنيناتهم من المستعجلين، عم نحكي مع امريكا، مش كل واحد بيشوف لمصلحته هذا الموضوع. يعني طيب هون بهالاطار، هل حزب الله يريد رئيس جمهورية الان، ام ينتظر ماذا ستؤول اليه حرب غزة وكيف ستنتهي حرب غزة؟ انا اعتبر حزب الله يريد رئيس جمهورية الان قبل غدا، بس ولكن ما رح اذا بدك يتنازل عن اذا بدك مواصفات رئيس الجمهوريه اللي هو بيشوفها. يعني انا هيك قراءتي. هلا هو يمكن يكون عنده غير قراءه، ولكن انا بعتقد انه الثنائي الشيعي خاصه وكل فريقنا بيقول لك انا بدي رئيس جمهوريه بمواصفات معينه، مثل ما الفريق الاخر بده رئيس جمهوريه بمواصفات ثانيه. بتصور الفريق رح سميه فريقنا، لانه بكره انت قلت انه انت من فريق، انا دائما بقول انا من فريق معين، اذا عملت رئيس بيجي على نص الطريق وراح بكون رئيس لكل اللبنانيين. اكيد بده رئيس بالمواصفات اللي هو بشوفها مناسبه، ما حيتنازل عنها. طيب بانتظار عم تقول لي انه ما في رئيس الا ما يصير في تسويه، ماذا لو اقتضت التسويه أن يكون الرئيس غير سليمان فرنجية، شو بيكون موقفك؟ عم برجع أقول لك أنا ما رح أنسحب، أنا هيدا اللي يعني كله عم تنسحب. أنا إذا بكرة فريقي بده يلي أنسحب، بده يجي يلي أنا ليه؟ يعني بده يجي يحكي معنا وهذا ما هو. أنا بعرف إنه فريقنا ما حيطلب منا ننسحب، يعني مش إنه إجا صار الدعم وصار كل هذا تيجي بمحل معين يقول لك لا خلصت هون. بس بركي صار هلا وقت اللي بيصير في تسويه وبنشوفها قدامنا وبنشوف كيف على نبني على الشيء مقتضى. بس ولكن انا مش شايف الامور انه هلا هو المطلوب، مش مطلوب انه سليمان فرنجية، مطلوب ينسحب سليمان فرنجية تيحرج الحلفاء يروحوا يفتشوا على خيار تاني بالتسوية. ما حنعملها وهيدا ما رح تعملها. بس انا اذا بدي اكثر فصل بالموضوع، يعني حضرتك غير وارد الانسحاب عندك، تاليا اذا حلفائك بدهم يبطلوا يعملوا كيجوا يقولوا لك هيك احنا لك بنحكي مع بعضنا. ايه بس انا بدي افترض انه بركي حلفائك عندهم احراج معين فيما لو صار في ديل، ما حيستحيوا. ايه طبعا بالك ما حيستحي، ما بيستحي، اكيد ما بيستحي. طيب بدي انتقل
لموضوع التسوية والمرتبطة بالأمور الإقليمية والدولية. نهار الثلاثة واصل جان إيف لودريان، نعم، الموفد الفرنسي، بعتقد أنه موعدك معه ثلاثة علم بالجرائد أول علم. أول ما يوصل. طيب شو جاي يعني الفرنسي، شو جاي لما بيقولوا لك أنه في موعد مع لودريان؟ ايه؟ هل بيقولوا في مواضيع معينة؟ ولا ما بيبعتوا أنه في حبيب يشوفك يوم كذا، ولا بيبعتوا لا على أي أساس ولا شو. بس ولكن الفرنسوية فعلا في ود نحن وياهم، وكانوا دايما إيجابية ودايما بيسمعوا لنا وبنسمع لهم. هلا دولة فرنسا أنا فينا أفرض عليها رأيها، ولكن بالعكس تسمع لنا، وجماعة في علاقة خلينا نقول واضحة، وإذا بتسميها كوريكت يعني نحن وياهم. وأنا بتصور إنه يعني هذه شغلة إيجابية. بس هو جاي يعني جاي من بعد غياب أشهر، هو جاي هل حامل معه شيء جديد برأيك؟ بلده وكرمال مثل ما هو بيشوف في يعمل حل بلبنان. نحن بنشوف إذا عجبنا بنقول أوكي، وما عجبنا بنحكي الحقيقة، بنخبره إن رأينا يعني بهذا الموضوع. أصلاً المبادرة الفرنسية الأساسية من سنة ونص كانت خيار سليمان فرنجي للرئاسة، و هو كانت خيار إذا بدك الرئاسة لفريق ورئاسة الحكومة لفريق، والحكومة إذا بدنا نعتبر بتكون مناصفة وما بيكون فريق عنده سيطرة عليها، وبيكون في تجاوب، وبيكون كيف نختار الوزراء، حتى وصلنا على حكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش بكل هول. أنا بتصور كان طرح منطقة. هلأ بيجوا بيقولوا لك ما بنقبل، هي بتخربت كل المعادلة بعدين. هلأ الفرنساوي شو عندهم طرح جديد أو شو؟ هلأ قد ما بدك بيقولون يعني، بس انت شو عم يوصل لك منهم يعني؟ لا انا موقفهم كتير محترم معي. هلا يعني انت مطمئن للموقف الفرنسي تجاهك؟ الفرنسي معي، بقول لك الفرنسي اليوم على مسافه من الجميع، اذا جيت انا بينبسط اكيد بينبسط، انا هذا اللي عم بقوله. هلا الفرنسي ما بده يستفز كل العالم وقت اللي هو اعتبر انه طرح هذا الطرح، اعتبر هذا الطرح منيح للبنان وبيحل مشكلة، وقت شاف هذه ردة الفعل من البعض بلبنان اعتبر انه هو ما بده يختلف مع حدا يعني. قال انا ما بدي اختلف مع حدا وهذا حقه، ولكن بس انه العلاقة ايجابية نحن وياه، محترمة نحن وياه، واضحة نحن وياه، انا كتير واضحة وكتير ايجابية، ما فيها كذب ولا فيها اذا بدك تعتبر احراج لا منا ولا منهم يعني. لما سألونا سؤال بيحرجنا ولا طلبنا منه شيء بيحرجهم. تعرف معالي الوزير يعني في معلومات، في معطيات بتم تداولها، في معلومة يتم تداولها انه هناك موقف فرنسي مستجد له علاقة بالموقف من ترشحك، وعم بينحكى انه لودريان ممكن يكون جاي حامل لك موعد او دعوة لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لابلاغك بانه نحن ما قدرنا مبادرتنا ننجحها وما قدرنا نمشي باسمك. هل في جو من هالنوع؟ لا ما عندي، انا ما عندي هذا الكلام. بده يبعث لي وزير خارجي سابق يبعث لي دعوة، بيبعث سفير بيبعث لي دعوة وقت البدا يعني، ما بدها هالقد. نحن عم نحكي انه يعني نحن اذا بدنا ننسحب نقعد مع فريقنا ومعه منقرر، بس نحن مش وردي عنه ولا فريقنا وردي عنده، مشان ما حدا يفكر انه هيدي وردة مش وردة. بس عم بقول لك يوم اللي اذا في يوم بعد بيت سنة وهذا بحكي مع فريقي الوحيد اللي بيقول له حق يحكي معي بهذا الموضوع، مش مع الدول. لا مش انتبه، الدول هي بتقرر تدعمني او ما تدعمني. الصداقة والعلاقة وكله نحن هي حرق يعني، انا كتر خيرون انه دعموني، بس مش اني بيسحبوني ولا هني يعني، ما حدا بيسحبني، انا بقرر اذا بنسحب ولا لا. انطرح انه لودريان ممكن يكون جاي يطرح فكرة طاولة حوار بباريس، ولكن صار في رفض لهالامر يعني. رئيس بري بدايه ألمح، انا برجع بقول لك انه اللي رافض طاوله الحوار بمجلس النواب يعني بالمؤسسه الشرعيه الدستوريه اللي مختارها الشعب، لا بده يقبلها ببريد ما بيقبلها بلبنان. بعدين بيجي بيقول لك بدي رئيس صنعاء في لبنان، صنعاء في لبنان هو تحت قبه البرلمان يعني، انا هيك بشوفها. هلا بعدين بيقبل الرئيس بري، بيقبلوا البقوي، كل واحد يعني حر برأيه، ونحن آخر شيء بنقلع بقول لك بنتشاور وبنحكي وبنتفق كلنا سوا. بس أنا رأيي
انه اللي مش قابل يعملها لا بده يقبل بباريس، يعني انه عم نحكي مش قابل يجي على الحوار بلبنان بيقبل بباريس، هذا ما في حكيني بوطنيته بعدين يعني. طيب يعني في عنا رئيس صنع في لبنان، وفي عنا رئيس قد يكون نتاج مجموعة دول، يعني هل برأيك أنه قادرين نعمل رئيس صنع في لبنان؟ هل مجلس النواب بتركيبته الحالية قادر ينتج رئيس بيور صنع في لبنان؟ اليوم؟ أي؟ صعب. ليش؟ مش قصة صعبة، قصة أنه اليوم انتبه مسار كل سفير، أنه اليوم عم نحكي بتشوف خماسية هي عم تحكي بالرئيس. طيب ما خمس دول عم نحكي، بيرجع عم نحكي من تاني ميل بيحكوك بإيران بروسيا طب أنا برجع بس المهضوم إنه صار إذا حزب الله دعم رئيس هذا دعم خارجي، وإذا 20 دولة من تاني ميل لعبت رئيس تاني هذا صنع في لبنان. نحن يعني طلع فيها مهضومة إنه بدنا رئيس صنع في لبنان، بس آخر شيء حزب الله الوحيد اللي بقاله حق يقرر فيه، بس الخمس دول اللي حق يقرروا الخماسية كله له حق يقرر، وما عم بحكي طلع هذا المشهد هيك. بس الخماسية يعني مش عم بتحدد اسم، عم تعطي مواصفات وعم بتساعد، حتى المواصفات وقت اللي عم تنحط من برا بدنا اياه ثالث خيار ثالث او كذا او كذا، وهذا الرئيس بحق له يترشح، هذا بحق له يترشح، هذا بحق له. طالع انت عم تشرح لي انه مثلا اذا تمنوا علي مثلا انسحب، انه انا بقول لك الرئيس الصنعة في لبنان قراره لبناني، خياره لبناني، داعمينه كتل لبنانية، هذا رئيس الصنعة بقرار حر مش بقرار. طيب حتى لو الخماسية حكيت عن مواصفات وعن خيارات ما يعني بالنهاية كم نايب وكم رئيس انه نحن معك وبنريدك بس، ولكن ما تحرجنا مع هالدولة او مع هالدولة، هذا رئيس صنعة في لبنان. يعني نحن عم نحكي الامور اذا بدك، لذلك انا بعتقد انه مش هيك عم بقول لك بدها تسويه لانه اليوم هاي خيارات عم تتاخذ استراتيجيه، يعني بخيارات لبنان استراتيجيه، مش عم بحكي هالخيارات لبنان استراتيجيه هذا الرئيس بده يجي بها بده يكون هيك او هيك او هيك، لذلك انا بعتقد سمستوى بدي ارجع معك للخماسية وللنواب برنامج، لما بيقولوا لك انه في نواب بيقولوا لك نحن داعمينك ونحن معك بس ما بدنا نزعل الدولة الفلانية او يعني هن النواب شو تابعين ما عم بقول تابعين، لكن انتبه ما حدا مستعد يحط بظهره دول. يعني عم نحكي الامور، بيقول لك انا مثلا اليوم وقت بيجوا بيقولوا لك بدهم يهددوا بعقوبات اللي بيقاطع الجلسة، خي انا عم مارس حقي الدستوري، وانا بجي بقول لك شو اللي اياها من الدستور، تقول لي ممنوع تقاطع ممنوع تعطل النصاب، بقول لك صار انا عم خالف الدستور، بس عم مارس حقي الدستوري بتهددني، هلا انا بجي بقول ما فرقاني معي رايح، غيري بقول لك انا بخاف. يعني ما هيك بتصير القصص، لذلك انا بعتقد انه بدها وقت. وانا برجع بقول لك الدول الفاعله واللي عم تحكي واللي هيك براغماتيكيه عارفه انه الامور ما بتصير بهالسهوله. هل السفراء تاثير كبير على النواب على الكتل على في كيف؟ بعض النواب انتبه ما بنحكي على الكتل، في بعض النواب تاثروا بعض لا. بس عم بقول لك اليوم تركيبه الموزاييك المجلس منا يعني نايبين من هون بغيروا النتيجة، نايب من هون بغير النتيجة، ما يعني نحكي الكتل الأساسية القوية لا. حافوت معك بالمواقف الداخلية وبالكتل وبالكتل المسيحية وبالانتقادات كلها يلي عم بتقول انه ما بدنا السلامية فرنجية، بس قبل خليني بالمواقف الدولية، حكينا عن الموقف الفرنسي، خليني انتقل لأحكي عن الموقف الأمريكي. هل صحيح كما تقول بعض المعطيات انه في موقف أمريكي مستجد له علاقة بالسلامية فرنجية تعبر عنه السفيرة الأمريكية الجديدة وقد يكون أكثر إيجابية من قبل؟ لك موقف الأمريكي ما تغير من أول يوم، نحن ليس لدينا فيتو على سليمان فرنجية وليس لدينا مشكل مع سليمان فرنجية، وإذا أجا رح نتعاون معه. هلأ هذا اللي وصلنا بالحرف، هذا اللي من أول يوم أنا انطرحت فيه. هلأ يوم تطلع هاي جريدة تقول مش مزبوط، يوم تطلع يوم يروح واحد من هون يجي يقول أنا سمعت هيك، يوم يقول هيك، ويجعوا يذكروا السفراء. هلأ بلش يقولوا لا تغير المواقف صار هيك، طب ما كل عمره هيك، أنا ما سمعته غير هيك. هلأ هون بلبنان قد ما بدك مثل مواقف الفرنسي، مواقف الفرنسي وقت اللي كانوا لهم مصلحة يقولوا فرنسا ما فيها تفرض علينا رئيس، وهي فرنسا ما فرضت رئيس، فرنسا طرحت مبادرة، اجوا ضلوا يقولوا فرضت ليش؟ لانه تا يخلوا الفرنساويه يسهبوا هذا الموضوع ويتراجعوا، ونجحوا بشكل او باخر.
هل جربوا يعملوا ذات الشيء مع الامريكان وقت اللي الامريكان ضلوا نفس الموقف نفس الموقف نفس الموقف، رجعوا قالوا غيروا موقفهم الامريكان؟ لا حبيبي، موقفهم هيك من الاول، وموقف الفرنسي اخر شيء ايجابي، عم يجربوا يلاقوا حل يطلعوا من المشكل. مش اسمي المشكله، المشكله انه رئيس من هالفريق ورئيس حكومه من الفريق الاخر وحكومه مشتركه بحدا يكون عنده فيها اكثريه، هذا كان طرحهم. هلا جن جنون البعض انه لا مش ما فرنجي. طب اذا يعني شو عندكم بديل؟ اجوا بديل انه نحن عملنا تلاقي لانه تقاطع ما هيوصل محل. يعني اللي عم بيصير هو انه الشخصنيه ضاربه حتى ببعض الاعلام عند السياسيين، بيصيروا يقولوا السفراء اشياء، السفراء يعني كذا مره طالعين يقولوا احنا هذا موقفنا، او يكذبوا الكلام اللي عم بينحكى عنه. هلا مثلا بمجيء لودريو انه صاروا تقريبا عاملين له برنامج العمل السبادة، يمكن يكون كل هذا مش مطروح. يعني انا بعرف انه عم تسال اوقات بالسفير، كل هذا السفير ما معه خبر شو بده يحكي. هلا حكينا عن الفرنسي وعن الامريكي، في يعني بالخماسيه القطري والمصري. ماذا عن الموقف المصري؟ اجى السفير المصري لهون وصرح وقال انه سمع منك افكار كثير ايجابيه. انا السفير المصري قبله والهلا والقبل كلهم في علاقه ايجابيه معهم. يعني وانا يعني بحب مصر لانه امي مصريه يعني بهذا الموضوع. نعم. بقى العلاقه كثير وديه وايجابيه، وبيعرفوا اني انا عربي قبل ما اكون اي شيء، وانا اذا بدك وطني. وهلا بعدين اكيد هن عندهم موقفهم وعندهم الدور القطري. الدور القطري بتحسه مش لصالحك ولا ايجابي؟ ما بدي اقول لك حدا لصالحي، لصالح البلد. هن بدهم حل بالبلد. هلا في ناس عندها حل بالبلد وبتعتبر اني انا بشكل مشكل، كل هول ما بيعتبروا انا بشكل مشكل. نعم. كل ما بيعتبروا. طيب خليني اوصل لبيت القصيد. الموقف السعودي وقت اللي خليني بس استعرض شغلي. وقت اللي زارتك الخماسية تغيب السفير البخاري بعذر صحي لإصابته بوعكة صحية، فيما بعد كان موجود عند زيارة الوزير جبران باسيل، كان في ارتياح على الوجوه. بعدين بمعراب قدم عباءة سعودية مطرزة للدكتور جعجع بما ترمز هذه العباءة من رمزية. طيب بناء على هذا المشهد بنقال انه هاي رسالة سعودية واضحة انه موقفها سلبي تجاه ترشيحك. مين قال؟ مين قال؟ بناء على هالوقائع. انتبه، انا اول شيء ما قطع، تغيب بعذر مرضي. هل حضرتك اقتنعت بالعذر المرضي؟ انا بصدق، ما بدي انا اجي اقول. يعني انا بقول تغيب بعذر مرضي، طلع السفير المصري قال فعلا تغيب السفير السعودي بعذر مرضي. انا السعوديه ما بعتت لي الا كل كلام خير. هلا السعوديه بدها تعطي شيء هيك ببلاش، بدها تطمينات، بدها ضمانات، يمكن مش بس مني. يعني عم نحكي اقليميه داخليه مش مني وحدي، من كل هذا. لسه ما استوى الوضع مثل ما كنا عم نحكي بالاول. يمكن الدكتور جعجع السعوديه تقول انه انا لن اعمل شيء بلا الدكتور جعجع، وانا اريد الدكتور جعجع بكل تسويه ان يكون موجود. يمكن انا هيدا عم بقوله، ليش دائما بدهم يعتبروا انه هلا الامور بعدها واقفه. ما بنرجع على اول الحديث انه ما وصل الحكي تنوصل على التسويه، بس نوصل على التسويه بينحكى بالموضوع بنشوف وين رايحين. حضرتك قلت لي انه ممكن السعوديه تكون بحاجه لتطمينات. انا بعتبر السعوديه باي تسويه، هيك انا قراءه مش عم بحكيك معلومات، ما رح تترك حلفاء او اولا الدكتور جعجع. يعني بدها تجي تجيبه على التسويه، بدها تجي تقول له تعا على التسويه. هلا علي حدا ثاني، بس بدها تجي تقول له تعا على التسويه. وانا بعتبر هيدي ظروفها هلا ما استويت، ولكن انا بعتبر بمحل معين حتشوفها انه بدها تستوي. اذا اعتبرنا انه مثل ما قلت تطمينات معينه، انت قادر تعطي تطمينات للسعوديه او من أكيد. مين من اي فريق بدك؟ لا انا اخر شيء وقت عم بحكي برجع بقول لك انا بحكي من منطلق انا وطني، وانا من منطلق اني انا ما كذبت على حدا ولا برا بحياتي بهذا الموضوع، واكيد حلفائي معي بهذا الموضوع. يعني انا ما راح اروح لا بفوض من وراء ظهر حلفائي ولا بفوض على ظهر حلفائي، بفوض انا واضح مع حلفائي ومع الاخرين، اللي بقدر اعطيه بقوله وما بقدر اعطيه بقوله. طيب هناك من ينظر انه المشكله الاساسيه بالبلد هي
خارج إطار إنه التسوية الكبرى وإلى آخره، إذا ما نفوت على الداخل، المشكلة الأساسية إنه فريقكم السياسي متمسك فيك كمرشح وحيد، نعم، رافض يفتح مجلس النواب إلا ما يصير في حوار، ولهالسبب هيدا هالفراغ مستمر. طيب، ماذا تقول لأصحاب هذا المنطق أو هذه النظرية؟ أنا بقول ولا مرة صار رئيس بلا حوار، صح؟ إنه وقت اللي إجا جدي ورجع إجا بعد منا مخيل ده، صار في لوزان وجنيف وصار في كذا حوار، وصار في الدوحة بعدين، وصار في طائف، وصار دائما كان في إذا بدك شكل من أشكال الحوار تينتج رئيس. إذا بنطلع من سنة 70 وقت إجا جدي بعد 70 يعني بعد 76 لهلا. لذلك أنا بقول إنه أول ما عم بينطرح حوار تحت قبة البرلمان بتصور منا ما عم بينطرح لا مشكل ولا عم بينطرح تحدي، عم بينطرح تعال أنت حوار. والبرلمان منه ملك بيو للرئيس بري، بس هو رئيس مجلس النواب يعني ما يوخذونه يعني بضطر يترأس يعني إنه ما بيقبلوا، إنه كمان مش منطق هذا الكلام. لذلك أنا بعتقد إنه وقت عم بينطرح حوار عم بينطرح مخرج، وقت انتم عم ترفضوا هذا المخرج كمان انتم عرقلين بطريقه معينه، بيقول لك انا ما بجي على الحوار لان بدك تفرض علي سليمان فرنجي. حبيبي اذا انت هالقد ما عندك ثقه بنفسك مش مشكلتي انا، انه انا اذا جيت فيك تجي وما تقبل بسليمان فرنجي. انه اذا خايف تجي طيب فرض عليك سليمان فرنجي معناتها ثقتك بنفسك عندك مشكله فيها. روح شوف حكي بنفسي ما تروح تشوفني انا، يعني عم نحكي اذا انا ما بروح لهون لانه بخاف ما تفرض علي انه مين عم بفشوا عم بحطوا لي فرض براسي، عم بيجوا يقولوا لك هذا رايي، عم تقول هذا رايك وبنوصل على التسويق. لا بس بالمقابل بيقولوا كمان انه انتم ليش خايفين تفتحوا المجلس وتعملوا انتخابات بدورات متتاليه؟ لانه لو ضامنين وصول سليمان فرنجي كنتوا بتفتحوا المجلس وبيمشي الحال. اليوم في تدخلات كرة أرضية كلها سوا بوج حزب الله، وإذا بنعتبره أنا ما أعتبرين أنه بدهم يعملوا هالدور وهالمكنة الكبيرة ويعملوا هالضغط النفسي على كل العالم تجربوا يغيروا النتيجة. هذه حرب إذا بدنا نعتبر. طب أنك بدك تجي تستعمل كل وسائلك بالضغط تتوصل لمحل معين، أنا عم بقول تعالوا نتحاور، إذا اتفقنا هيك بنروح هيك، اتفقنا هيك بنروح هيك وبنروح ننتخب. لأنه هذه برجع بقول لك اللعبة، الموضوع مستقبل هو موضوع استراتيجية لبنان لوين رايح. ال- 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 المشروع الاستراتيجي أو إذا بدنا نحكي الخيار الاستراتيجي للبنان وين. لذلك أنا بعتبر مش هيك، مش إنه بنروح شو عم ننتخب نادي روتاري نحن إنه بنروح نعمل هيك، مش هيك القصة. بس ما هيدي عملية ديمقراطية يا خي علمانية، يعني مرة الماضية كانت علمانية ديمقراطية، غير الدستور مرة الماضية لهلا بعده. طب صار زيت الشيء مع الرئيس ميشيل عون، كانت المعركة على شخص الرئيس ميشيل عون ولا على الخيارات الاستراتيجية؟ كانت على الخيارات الاستراتيجية. مع الرئيس ميشيل سليمان صار نفس الشيء، صار حوار واتفقنا بعدين احنا على الدوحة بعد ما صار 7 ايار، ولو يسمعوا منا من تشرين ما كنا وصلنا على 7 ايار، توصلنا على الخيارات الاستراتيجيه بوقتها، كانت بوقتها قانون الانتخابات، كانت بوقتها قياده الجيش، كانت بوقتها مشينا بميشيل سليمان، وكانت قبلها بالرئيس لحود بس كان في وجود السوري، كانت قبلها كل هذا الموضوع. لذلك انا برجع بقول لك لبنان محكوم عليه التفاهمات والحوار. هلا بتجي بتقول لي نفذ الدستور، بجي بقول لك قبل وقت اللي كان يصير هالقصص كانت تعمل حروب، كنت العالم تنزل على الشارع، وكان يصير في ازمه 58 وازمه 75 وازمه 82 وكل الازمه. نحن هلا عم نقول تعالوا نتحاور، تنتحاور تجي بتقول لي روح نفذ الدستور. هلا شو بيهمنا نحن المشكله شو بيصير بالقصه؟ انه الشعب بده الدوله، والشعب اذا بدك 90% من اللي بيصير بالكواليس مش عايشه، بقول لك ايه معك حق مثل ما هلا عم تحكي انه القانون والدستور وكذا، يا ريت فينا نكون هيك، لو كنا بالسويد ايه يا ريت فينا نكون هيك، لو كنا بايام عاديه خياراتنا استراتيجيه كلها وحده، مختلفين جورج او سليمان بس كلنا عم نحكي لغه وحده ما في مشكله، نحن اليوم عم نحكي صار لنا فتره طويله من 40 سنه وان شاء الله ما بقى طول، ان شاء الله بنوصل، لانه انا شايف انه الشرق الاوسط كله عم ببشر بالخير بالمستقبل، راجع على التسويات، وهذا الخير اللي جاي بالمستقبل هذا اللي مراهن عليه، لانه هذا اللي بيريحنا بالمستقبل، مش بيريحنا وقت اللي صارت وورد تريد سنتر، وقت اللي
اختلفوا السنة والشيعة، وصرنا نشوف الصراع السني الشيعي بالمنطقة، هذا اللي انعكس إذا بدنا نعتبر سلبا على لبنان، ووصلنا بعد 2005 لمحل. بس هون إذا بدنا نضلنا نكرر تجارب الحوارية، مثلا حضرتك ذكرت قصة الدوحة، طيب الدوحة صار في 7 أيار حتى رحنا على الدوحة، لو سمعوا منا بس يعني الدوحة، بس الدوحة وين وصلت؟ طيب يعني الدوحة بدنا نكرر الدوحة هذا الشيء، بس الدوحة جوز وين وصلت؟ الدوحة وين وصلت؟ قانون الستين رئيس بشار سليمان قائد الجيش اتفق عليه، حكومة تلت المعطل أو تلت الضامن كنا نحن نسميه، ما هول وصلنا لهم؟ هول نحن كان في وعد من ساركوزي فيون وقت الراحة الرئيس الأسد على فرنسا، شوف أي متى بوقتها أو 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 قبل منها وقت الفوض الفرنسوية، وجينا والرئيس الأسد جابهم بوقتها كان هو، ونحن رحنا بلغنا فيهم العماد ميشيل سليمان باليرزي، وطلعوا يومتها ما بدوا ينفذون، وقفت من تشرين الأول، وأنا يومتك رحت عند العماد ميشيل عون وأنعته للعماد ميشيل عون يمشي بميشيل سليمان، وجينا عند ميشيل سليمان هو رفض، أخرت الأمور لأيار تصار 7 أيار توصلنا لها، يعني كده فينا نتفادى 7 أيار. بس هلأ يعني غير زمن، يعني صار كمان بدنا ضمانات حتى نقبل باتفاق معين، يعني شو الضمانات؟ أتذكرني هلأ يذكروني الشعب اللبناني اللي عم بيسمعني هلأ يذكرني، هنيجي نروح على الحوار وحنتفق وحنعمل، هذا كله تضيع وقت، رح نرجع نتحاور ونرجع نتفق على الرئيس ونروح ننتخبه. بس انتو يعني عم تدعوا للحوار بالوقت اللي حضرتك عم تقول انا مش وارد عندي الانسحاب، بالوقت اللي عم بقول الرئيس بري في مرشح واحد جدي هو سليمان فرنجي، عم بقول اذا رحنا على الحوار اللي وعم تدعوا الناس للحوار، طب كيف عم تدعوهم للحوار؟ انا مش وارد عندي الحوار، حسب انا رايح اتحاور، اذا عم قعدنا بالحوار وشفنا الامور ايجابيه وفي تجاوب وفريقنا عم بيقول بدنا نروح، انا برجع بقول لك انا في فريق يقول انا بدي اروح نقي غيرك، انا بس ايه بس هو شكل الحوار انه كانوا تعاون نتحاور تننتخب سليمان فرنجي، يعني هيدا نحن بدنا هيك حجزنا وطاع، حجزنا وطاع وقول انتم جايين تعملوا هيك، اعطيني رايك اعطيني شو بدك. معالي الوزير، يعني هناك من ينظر الى الصوره وانه على الشكل التالي، اذا بيضمن الرئيس بري او فريقكم السياسي إذا بيضمنوا وصولك لرئاسة الجمهورية بكرة بيدعي لجلسة انتخاب، ولكن لأنه مش مضمون وصولك بشكل سلس مسكرين المجلس. لا لأنه مش مضمون وصوله هوليك مستعجلين بدهم يعملوا جلسة اليوم، لأنه خايفين إذا صار خلصت غزة أو صار في تسوية ما تقومون الأمور لمصلحتهم. لو كانوا هن، لو كنت أنا هلأ واصل وهن مش مضمون يقدروا يعطلوا او يعملوا، كانوا هن ما بدهم جلسه انتخاب. طيب بس يعني ما هذا البلد هيك، بس بهالشكل اثنيناتكم بتتساووا المره الماضيه، لكن اللي هلا عم بداعي لجلسه انتخاب وبده الدستور وبده القانون، هذيك المره ما كان عم ضد الدستور وضد القانون، المره الماضيه زيته ما كان ضد الدستور. طيب الدكتور جعجع، دكتور جعجع ما طلع 20 مره وقت اللي حس انه معنا التلت معه التلت، صار يقول انا بعطل وبدي اعطل النصاب، وقت تطلع ما لقى بقى معه تلت لانه كتله هول الاعتدال وبدهم المستقلين وكذا واحد قالوا نحن ما بنعطل النصاب، رجع قال انا ما بعطل النصاب. ما هي حسب كيف بتشوف القصه. هلا نحن اللي عم نقوله، انه الحوار الحوار منه خطيئه، وبده يجي يتحاور نحن عم نقول، بعدين هني عم بيقولوا شرط تسحبوا سليمان فرنجي من الحوار، شرط الرئيس بري اذا بدك تحكي تكون قاعد انسان عادل وقاعد على جنب عم بتقول تعالوا تحاوروا دون قيد او شرط. طب لا انا بحط عليك شرط ولا انت بتحط علي شرط؟ لا يعني كمان اصحاب سليمان فرنجيه بنتحاور. طيب ولا قيد ولا شرط، يعني كمان الفريق الفريق يكون ما لازم يتمسك بترشيحك اذا لا بدون قيد او شرط. مش متمسك بترشيحي، عنده مرشح وفريق. بلا ما بيقول انه المرشح عنده مرشح عظيم، وهليك عنده مرشح جهاد ازعور او عندهم انه ما بدنا سليمان، نقعد ونشوف ايش بنلاقي. بس هي فكره انه فتح المجلس النيابي بجلسات متتاليه ودورات متتاليه للوصول الى انتخاب رئيس مثل ما صار بامريكا، يعني هناك من يقول هيدا شو المانع من عمله افلاطونيه زعلوا منها الاعتدال الوطني. هيدي فكره عم نحكي برجع ليش افلاطونيه؟ لانه هيدي فكره مثاليه، يعني هي فكره انه اوكي كثير منيح او اللي بيربح، بس هي فكره دستوريه والربح لك يا خيي، فكره دستوريه مزبوط، بس عم برجع بقول لك هذا لبنان بهذا الظروف بهذا المنطق بهي المنطقه اللي نحن قاعدين فيها وكيف عم بتصير. اول شيء كتر خير الله بعدنا دوله ديمقراطيه، لانه ما في حوالينا الا عدونا يعني، وهو عم بيقتلوا بعضهم لكن اكثر منا. نحن عم نحكي خلونا هالديمقراطيه اللي عندنا تنحافظ عليها
بدك مثل ما بيقولوا دغدغه شوي، تجي تعملها توافقيه، نحن لين عملت توافقيه؟ لانه بدك تحكي وتتفاهم وتجي تتنفذ ديمقراطيتك. هلا نحن عم نقول نفذها مثل كانك بالسويد. خي اللي عم يفكر هيك حقه يفكر هيك، ومثاليه كثير حلوه، بس انا برجع بقول لك الحقيقه منا هيك، يعني في فرق شو بنتمنى وشو موجود. بتمنى انا على بكره نعمل ذات شيء برئيس الحكومه، ذات شيء برئيس الجمهوريه، قانون انتخابات يكون اذا بدك لا طائفه ولا مذهبي، وما كل واحد يجي يقول لك انا بمثل هالملي وانا بمثل هالملي، ومش كل واحد بيجي بيقول لك انا زايد على بعضنا دواعش مسيحيه اكثر ما صار في دواعش عند المسلمين. نقعد تنقدر ناخذ اصوات، وهلا صفينا عنصريه ضد السوريين، عنصريه ما عندنا طائفيه. بقى نجي نطلع تنزيد على بعضنا بهالطريقه تناخذ شويه اصوات من هون وشويه اصوات. الحقيقه في اشياء كلنا بنتمنى تتغير، ما في حدا في لبنان ما بيتمنى انه يغيرها، بس في ناس بتطلع وبتعرف انه ما رح تتغير، بس بتعمل همروجي تتربح شويه اصوات، وهي عارفه انه ما رح تتغير، وبتروح قتله وبتروح شهداء وبتمشي على دم الناس، وعارفه انه ما رح تتغير هذا الواقع. وفي ناس حريصه بتقول اخر شيء اذا ما خلينا نمشي الامور بتروي، تنقطع هالمرحله تنشوف وين بدنا نوصل تنقدر نوصل هالناس هالشعب هالمعترين على بر الامان. ومنا انا بقول لك مين اول واحد استعمل سياسه الرئيس فرنجيل، مناط وبقيت بكرامتها، بقيت بعزتها، ما فات عليا جندي سوري او اجنبي، ما حدا هانت كرامته وما تنازل ولا 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 عطى شيء، بقي وطني وعربي وكل هول. طب ما فيك تعمل القصص بطريقه منيحه، ليه دائما بدك تعملها بالعنتريات وبطريقه وتفوتنا بالحيط بالنتيجه؟ بدي ارجع معك لموضوع الحوار او التشاور، يعني اذا مطروح طاوله حوار او طاوله تشاور، يعني كمان صار في اختلاف على الاسم، على فترة معينة 3 أيام 4 أيام 7 أيام إلى آخره، مبدأ هذا الحوار أو هذا التشاور؟ أنا ضد الحوار المسؤول بوقت، أنا مع حوار نتحاور، تفهمنا ما تفهمنا نرجع نلاقي وقت تاني نرجع نتحاور ونقعد. بس لا، كانت مبادرة الرئيس بري الأساسية. أنا عم بقول لك أنا ماني أنا تسألني رأيي، أنا ماني مع حوار. يعني إذا بتجي بتقلي أنا، إذا كنت أنت عم بتقلي إنه أنا بجي حوار 5 أيام ما اتفقنا بنروح بنصوت، انا بروح بتسلى بكذب بضيع وقت 5 ايام بقول لك ما اتفقنا اخر يوم بروح تنصوت. ما هي هيك بتصير القصه. احنا عم نقول الحوار هو تنتفاهم، ايه، بس بصير مفتوح بدون الحوار يا نتفاهم معين. اذا بدنا نتفاهم الحوار تنتفاهم، اذا رايحين نتفاهم بنروح نقعد ونتفاهم، وما يعني نتفاهم ما حنوصل ننتخب رئيس، حنرجع نلاقي غير. بس هو بمبدا هذا الحوار او هذا التشاور، لنفترض انه صار وصار في اتفاق على اسماء معينه، يعني كانوا عم بيقولوا انه ممكن نطلع بالاخر باسمين او ثلاثه الى اخره ومنروح على جلسه، هل هذا مقبول بالنسبه لكم؟ خي انا بقول لك الحوار هو بينتج النتيجه، ما فيني اقول انا شو المقبول. انا على بكره بدي اشوف مين هو الرئيس، برجع بقول لك انا رئيس مسيطر عليه هالفريق او هالفريق، او جاي بعرفه انه موظف برتبه رئيس، لا ما حامشي فيه. ما انا مش ماشي فيه. عبوك رئيس بيعبي لي راسي وبشوفه انه خرج يكون رئيس لبنان وكذا، يمكن شوفه هذا، انا هذا موقف. طيب قبل ما فوت على المواقف الداخليه، وعم نشوف يعني في موقف من كتل مسيحيه كبيره من زعماء مسيحيين يعارضون وصول سليمان فرنجيه الى الرئاسه. طيب هل برايك قادر انك تعمل رئيس، قادر انك تكون رئيس وسط رفض الكتل والزعماء المسيحيين الموجودين ويلي بيمثلوا ويلي عندهم كتل نيابيه كبيره؟ انتبه، رئيس عون لو معه 85 صوت يجتمعوا بدون لا الدكتور جعجع ولا سامي جميل ولا نحن ولا حدا، كان قبل يجي ولا ما كان قبل يجي؟ كان اجا ولا ما اجا؟ كان في شعار له؟ ابدا. صح، عظيم. راح عمل ديل مع الدكتور جعجع طيروني اكثر شيء، وتقدر امن ال 85 صوت بلي وبلينا كلنا سوا، يعني تقدر امنه لانه كانت 14 اضرار معترضه عليه كل وقت، مش شيء الرئيس سعد الحريري ومش فيه الدكتور جعجع، امن ال 85 صوت وعمل رئيس. بس ثاني يوم ثالث يوم ضل معه حدا من هالمسيحيه كله؟
نحن كنا أربعة اللي اجتمعنا ببكركي، هلا عم بتقلي في ثلاثة ضدك. هو كانوا ثلاثة ضده وضلوا ثلاثة ضده بعد، قعدوا معه بمرحلة الرئاسة، وبأول حكومة غفلة زمن جاب له أربع بوذاك لسميك جعجع وهيدا مش الضيف. هيدا اللي نحن بدنا نتفاداه، نحن عم نحكي إنه ترضى أنا عملت رئيس بكرة، وأنا برجع بقول لك ويلي ما حدا بينتبه له إنه المشقية موجودة بالدستور، رح أقول لك كيف موجودة بالدستور. وقت بدها 86 نائب يكونوا حاضرين، وهون كمان بيغلطوا غلطة كبيرة، وخاصة المسيحيين المطالبين بإلغاء 86 التلتين، لأنه هيدي اللي تضرب المسيحية، لأنه اليوم مش لمصلحتك، لأنه مش عجبك المرشح، بكرة بتصير لمصلحتك مرتجة. إذا كان نصاب ال 65 هيدي الضمانة على ال 100 سنة لقدام للوجود المسيحي بلبنان وللوجود المسيحي. بس خلينا نفصلها أكثر. لحلك وين؟ لحلك وين؟ انه وقت اللي بدك 86، طب ما 64 مسلم 64 مسيحي، 86 يعني نص المسيحيين لازم يكونوا موجودين تا ينتخب رئيس، يعني تا ما ينفرض عليك رئيس. نحن عم نقول هاي المسيحيين الموجوده بالدستور، يعني على بكره حضروا ال 86، لو ما صوتوا بس قبلوا بالنتيجه معناتها المسيحيه صارت موجوده بالدستور، واذا مش عجبهم بيقاطعوا وما بيقدر يعمل رئيس الا المرشح يلي مش عجبهم. لذلك نحن عم نقول انه انا المطلوب مني امن المسيحيه موجوده بالدستور ولا امن صوت سميك جعجع وجبران باسيل، يعني مع احترامي يعني انا عم برجع اقول انا مطلوب مني ومطلوب من كل مرشح موجود بلبنان امن المسيحيه الموجوده بالدستور يلي هي بتحمي اذا بدك الوجود اذا بدك التمثيل المسيحي للرئيس الماروني الموجود في لبنان. وهيدي نحن اكيد الدستور فرض علينا ونحن ملتزمين فيها، واللي عم بيطالب بالغاءها لانه هلا بيعتبر خلينا هلا هيك ب 64 بدك تحمل سليمان فرنجي وما بنخلي حزب الله وحلفائه يعطلوا النصاب. انا بعتبر هيدا اذا بدك منه ما عنده مسؤوليه وطنيه، لانه المسؤوليه الوطنيه اللي بتحمي المسيحيين هي انه نحافظ على التلتين وعلى المسيحيه اللي موجوده بالدستور، مش المسيحيه اللي موجوده بسامي جلاجع او بجبران باسيل، مع احترامي لكل العالم. لذلك ايه تفضل. بس عندهم كتل وعندهم عدد اصوات وعندهم نواب، يعني بس هولي كتل كبيره، يعني هول الكتلتين عندهم اصوات عندهم تمثيل وزنين وبنحترمهم وكل هول. اولا مين قال كل كتلون؟ ممكن ما كل كتلة تكون ملتزمه معهم باي، مش عم بحكي معي عم بحكي باي تصويت عم نحكي. هذا واحد. اثنين هيدي كتل موقفها لازم يكون موحد. اثنين برجع اقول لك رئيس الجمهوريه بده ميثاق موجود بالدستور ونحن مستعدين. وانا برجع اقول لك انا بدك تحكمني اذا على بكره جيت كرئيس ميثاقي موجود بالدستور وبالعدل كيف بدي اتعاطى ثاني يوم أها. ما رئيستي مش انا انتخبوني ولا ما انتخبوني اني انا رح روح اعمل المستحيل تجيبهم على الدوله. وانا برجع بقولها وقلتها بكذا محل، انا عم بعمل مصلحتي عم بعمل مصلحه عهدي انه يكونوا حدي، لانه انا عشت كذا عهد من عهد الرئيس الهراوي لليوم وشفت التدفيش شو بيعمل، لانه بيجي الرئيس اول يوم فكر حاله حيحكي ب 100 سنه ببلش يدفش، بس يقطع نص العهد ببلش يشيك بده يلملم بصير هون يحطوا شروط عليه ما بيعترفوا في يحطوا شروط على حدا. لذلك انا برجع بقول لك انا مصلحتي ومصلحه اي عهد ومصلحه اي دوله بدها تنجح انه يكون عنده صفر مشاكل بس يعمل رئيس يلملم كل العالم ويجيبهم، وما بدي اقول لك يحطن حد ويورطهم معه. ليه؟ لانه هلا في مسؤوليه بدها تتاخذ وطنيه. احلى شيء واحد يقعد على التله ويقعد ينظر عليك انه هيدي غلط وزدتوا هون معاشات يا ويلي وهيدا كذا ونزلتوا هون معاشات هيدي يعملوا بتجي تزيد رسوم بتقوم عليك القيامه. لذلك انا بعتبر انه تقعد تورط معي احمل مسؤوليتك الوطنيه وشرفنا نبني بلد سوا، هيدا اذا بدك تجي على حل. هلا هيدا اللي عم بقول ثاني يوم تعا قل لي يعني الوزير باسيل الدكتور جعجع كل العالم شو وين بدهم يكونوا. انا برجع بقول التيار الوطني الحر لازم يكون الشريك، القوات اللبنانيه لازم تكون شريكه، حزب الكتائب لازم يكون شريك، كل المعترضين
لازم يكونوا موجودين. يعني انت اذا عملت رئيس تدعو الجميع ومستعد الجميع يكونوا شركاء؟ رح اعمل خطوه وروح لعندهم، انه انا ما عندي مشكله، وجرب ادعيهم وجرب اغريهم وجرب كل شيء تيفوتوا على السلطه. لما قلت لي انه المهم تاني نهار، يعني قصدك انه عهد الرئيس ميشيل عون اجى باجماع كبير ولكن خرج؟ ما عم بنتقد، عم بقول وقت اللي اجى بعد جمعه بعد شهر ما كان مختلف القوات، والكتائب ما اتفق معهم ولا يوم، ونحن كمان ما اتفق معنا ولا يوم. طب ما 6 سنين ما كان معه ولا واحد من هول الثلاثه، طب ليه ما واحد بيطلع بهي القصه؟ نعم. أدب قبل ما فوت على اول فاصل اعلاني، سؤال بهالنقطه له علاقه بالحيثيه، يعني هل عم بيزعجك او الا يستفزك لما بيقولوا انه انت، يعني لما بينتقدوك بحيثيتك المسيحيه بتمثيلك المسيحي؟ هيدا ما بدي انا اقعد ناقش بالارقام، بس انا بدي احب احكي رقم هيك بسيط. نحن 4 نواب ما اخذين 57,000 صوت، التيار الوطني حر 116 نائب اخذ 125,000 صوت، منه اخذ ثابت طلع معك انت نواب، يعني نحن نوابنا اخذين اعلى رقم تطلعين، غيرنا ما يلقوا النواب ب 1000 صوت ب 600 صوت ب 700 صوت. لذلك انا برجع بقول لك ما حدا بيزيد علينا بحيثيتنا، ما حدا بيغير واحد، يعني ما حدا بيقدر يشك بمسيحيتنا 1%، لا بالرقم ولا بالشعبيه. وهيدا عينهم صغارتها وقضاء صغارتها، يعني صار له 30 سنه ما فاتوا عليه الاحزاب المارونيه، طلع فيه ما قدروا فاتوا عليه، رح يموتوا يعني، تجربوا يرشحوا يعني. هلا بيطلع، ما طلع هلا نائب طلع للثوره، والثاني طلع الاستاذ ميشيل معوض، قتلوا حالهم تيفوتوا. ما انا من القصص اللي خلتني اختلف مع ميشيل عون، بده مرشح بصغارتها، الاحزاب المارونيه ما قدرت فاتت على صغارتها، وهيدا اللي موتهم، لذلك هاي الحيثية ما فيني زيدوا علينا 1. اثنين بمارونيتنا والعميقة من المسامحة للانفتاح للحوار لكل هول، يعني أنا بعتبر المسيحية هي هول، المسيحية مش هي الحقد والكره والإلغة والهي. تاني شيء، خلينا نحط تاريخ كل واحد شو هو عاجبينه، شو نفعوا المسيحية، مع احترامي لهم، خلينا نبلش بالحروب اللي عملوها. بحكيك انا عملت حرب التحرير، ما تاخذني على كل العالم، وعم ذكر حرب التحرير ما طلعت السوري من لبنان، حرب التحرير ادت الى تلزيم السوري لبنان. يعني وقت اللي راح الله يرحمه الرئيس حافظ الاسد على حرب العراق الاولى لزموه لبنان. عظيم، انت ما طلعت السوري، انت طلعت. دكتور جعجع راح على الحبس، حرب الالغاء شو عملتوا فيها؟ 100,000 مسيحي هجرتوا، دمرتوا المناطق المسيحية وصلتونا على، ما بدي أقول الطائف لأنه الطائف كان منيح باللي وصل له، بس الثغرات اللي بعدنا لهلأ عم ننتقدها بالطائف، تطبيق الطائف هي من وراء، اللي أنتوا عملتوه. اللي وصلنا له بهذا الموضوع، اللي وصلنا له يعني مين عطى المسيحية؟ نحن مناطقنا زيز ما انكسر فيها، نحن محل ما كنا مسلمين، نحن ما صار في غلطة من قبل، وكلها بالعلاقه الطيبه والمنيحه، مش بالعنتريات. هلا بيجي كل واحد بيقول لك انا عملت، خي هالمجد اللي عم تعملوا لنا اياه، هذا اللي عمره 20 سنه و25 سنه بيصدقكم، بس اللي من عمرنا بيعرف، شو عملتوا. العالم اللي قبطوها بالبطون وكبيتوها بالبحر، المجازر اللي عملتوها بداني شمعون وبفينا وبعم بحكي، اذا ما بدك تعتبر لي اغتيال ولا شهيد داني شمعون، خلينا نحكي الصفرة، خلينا نحكي بس هيدا معالي الوزير، عم نرجع نفتح كل جروح الماضي. هل هذا الكلام جورج اليوم جورج هيدا مفيد؟ تفتيح الماضي ما بيكون استنسابي عليك ومش علينا، نحن عم نحكي تفتيح الماضي على كل العالم، كل الدهر بيحكوك بأمجادهم عند المسيحية، وأنه نحن المشكلة، نحن لا قتلنا ولا هجرنا ولا دبحنا ولا خطفنا ونحن مناطقنا انحمت وخلينا ناسنا مرتاحة وبكرامتهم، وما حدا انكسر ازازه، وبديمقراطيتهم وبحريتهم وبيحكوا اللي بدهم اياه، والقوات اللبنانية اللي تهجروا بعد 78 90% انا رجعتهم قبل 90 على مناطقنا، وما كان في ولا مشكلة، وكنا نحن ال بي سي اللي كانوا بدهم يصادروها انا رجعت حميتها، واسالوا بيير دار اذا اخذت منه شيء، والقوات اللبنانيه اللي كانوا يتاخذوا بمحلات كنا نحن نخلصهم، يعني عم نحكي الامور. بطلع انا مش مسيحي،
وغني المسيحية يا خي. لا مش منطق، مش منطق هذا الكلام. نحن مسيحية أكثر بدون بالتمثيل وبالإيمان، مش بس بالتمثيل، نحن بالإيمان وبالمسيحية. واليوم الحفاظ على المسيحية هو النتيجة، مش شو بنحكي. كل واحد بيجي لك أنا قلت هيك يا خي، قلت اللي بدك إياه. النتيجة وين صرنا؟ النتيجة أنتوا المسيحية تعتروا من وراكم، المسيحية انقهروا من وراكم، المسيحية تهجروا من وراكم، مسيحية من كل المناطق بلبنان تهجرت وتدمرت وتبهدلت وتقتلت من وراكم، وثلاث أرباعهم انخطفوا ولا هلا مش معروف وين هن من وراكم. نحن هذا كله ما صار عنا، بس أنتوا المسيحية ونحن الخوارج. عيب هذا الحكي يا جورج، عيب هذا الحكي. نحن مسيحية أكثر منهم، نحن مسيحية الرئيس فرنجية، مسيحية العروبي، مسيحية الوطنية، مسيحية الحفاظ، مسيحية العيش المشترك، مسيحية الديمقراطية الحقيقية. منا مسيحية يلي آخر شيء تجار المسيحية. نحن المسيحية بالنسبة لنا هدف مش وسيلة. طيب. عند الآخرين المسيحية وسيلة، نحن هدف. هيدا القصة. نحن بالنسبة لنا حماية المسيحية هدفنا، مش حماية المسيحية شعارات بنستعملها تنوصل لمحل ما بدنا نوصل. وإذا بنرجع بنراجع تاريخ كل واحد نطلع شو بنشوف؟ بنشوف من 10 سنين كان ما وقفوا شيء، ومن 5 سنين ما وقفوا شيء، ومن 4 سنين ما. طب سوريا كانت عدو، رجعت صارت صديق، رجعت صارت حليف، رجعت صار الحزب كان بدنا نقشطوا سلاحه، وصار بدنا سلاحه، صار 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 هلا بدنا نقشطوا سلاحه، وصار هو بلش امبارح بغزه، طب ما امبارح هو بلش بحرب تموز، وامبارح هو بلش بسوريا. هولي كانوا وقت كنا نحن بدنا نعمل رؤساء كانوا منيح، هلا صاروا عاطلين. هيدا اللي نحن خلي المواطن اللبناني يعرف، وخلي المواطن المسيحي يعرف انه هذا ذاته هذا المواطن اللي بوجهك اللبناني الثاني، هذا ذاته ما تغير، انت اللي عم تتغير. هذا ولا مره كان بده يقشطك صلاحيتك، بس يوم اللي انت بتتضايق بتخبر رمعتك اللي بده يقشطني صلاحيتي، ويوم اللي انت بتكون مرتاح بتقول له لا هذا ما في احسن منه ما بده يقشطني صلاحيتي. هي المشكله اللي عندنا نحن. طيب هلا يعني هلا واضح انه هذه الرسائل، يعني واضح انك عم تقصد جبران باسيل، موقفه من عم حرب غزة، كل انسان مسيحي عم يخوننا، عم تقصد كل انسان دكتور جعجع، عم تقصد كل انسان مسيحي بده يخوننا، لانه نحن في حملة تخوين علينا مثل كأنه نحن مش مسيحية. وبعد شوي الناس انه لا انه مثلا انت مرشح حزب الله، انا مش مرشح حزب الله، انا حزب الله دعمني، انا حزب الله هو اذا بدك قشطني او شال الرئاسة من طريقي بال 2005 لما كان يعرفني. 2016 مشي مع الرئيس عون ضدي. 2022 امبارح بالنتيجة. طيب نحن علاقة اذا بدك تعتبر واضحة واستراتيجية وحلوة عمرها 15 سنة 20 سنة. طيب بتوصل لمحل مين عندهم احسن مني يدعموه؟ طيب انا مرشحهم. طيب انا رئيس بري كان ضد عون، كل السنة كانوا ضد عون، كل الدروز كانوا ضد عون، كل المسيحية كانوا ضد عون من عدا، وكان مرشح حزب الله وحده معه. هو مش مرشح حزب الله؟ بس فسق لي كيف هاي. وانا عم بقولك هو مش مرشح حزب الله مشان نكون واضحين. بس هل طلع فيها نحن اللي عم نقوله؟ نحن اذا حزب الله دعمنا نحن بنصير مرشحين. وليش؟ لانه هيدي بتفيدهم دوليا. يقولوا سليمان فرندو انت يا فرنسا دعمي مرشح حزب الله، عرفت كيف؟ انه هيك شوف تتاثر فيها الرئيس ماكرون ويصير خايف منه. ويا امريكان انتم داعمين مرشح حزب الله. انا مرشح وطني عربي عربي عربي. هيدي انا برجع بقول لك اياها. وانا عروبي، وانا مع العيش المشترك، وانا مع 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 القضيه الفلسطينيه ومع فلسطين، وانا مع المقاومه، وانا مع كل هول. انا هيدا موقفي. انت مرشح اليوم، انت وأنا ضد التقسيم وضد الفيدرالية وضد كل هول، اكيد ضد كل هول. وهيدا انا بتصور اكبر سبب لرفضي. انا الرفض يلي جاي من البعض علي اني انا ضد الفيدرالية بكل اشكالها، بكل اشكالها، وضد التقسيم بكل اشكاله، وانا منفتح. بدك ناس تضل عايش مسكرة. وانا وين الخطر التاني؟ اني انا اذا عملت رئيس قادر اتواصل، يعني قادر احكي مع الناس وارجيهم خطر التقسيم. بدن حدا يا بخاف. وهلا كنا عم نحكي انه بنجي هيدا بيجي بيقعد 6 سنين نهبط عليه سطوح. يعني حتى بفريقنا في ناس مثلا بيجي بيقول لك على بكره مثلا اذا انه فلان زعلان منك، فلان كذا، بيقول لك اللي بدك اياه، بيصيروا مسيطرين عليه. انا هي ما بتمشي معي. ومع هول انه نحن بناخذ موقف ما بتمشي معي. بدهم رئيس ضعيف، بدهم رئيس يخاف منهم. نحن ما بنخاف منهم. ونحن عم برجع بقول لك هن شريك
ولازم يكونوا شريك وضروري يكونوا شريك وضروري نتفاهم وضروري نلاقي صيغة للحوار بين بعضنا وضروري نحكي. وأنا بقول لك شغلي ما يخافوا مني ما يخافوا مني لأني أنا واضح. هيدا الكلام للقوات ولا للقوات ولا العونية للعونية أكثر من العونية. ايه أنا برجع أقول لك ما يخافوا مني أنا واضح، أنا بلتزم بكلامي من أول يوم، أنا بلتزم بكلامي، أنا اللي بقوله بقول عليه إيه بيعرفوا إنه بنفذه، واللي بقول عليه لا بيعرفوا إنه يكون عندي تبرير ليه لا إنه هذا الموضوع ما بعمله. بقى لذلك أنا برجع أقول لك بس أنا بهذا الموضوع ما فيك تجي كل نهار تخوني، ما فيك تجي كل نهار تعملني بمثل، أنا بمثل أكثر منك بالوجدان المسيحي. أنا بالرأي العام عندي حيثيتي، عندي كله هذا القانون المسخ اللي طلع لك نواب، عمل قانون تاني تنشوف شو بيصير، جوع وشغلي تالتي بقدر أقول لك أنا على القليلة ما تورطت باللي تورطوا فيه. بس على الأرض معالي الوزير، على الأرض في عندهم تمثيل، في عندهم يا حبيبي خلينا في عندهم مناصرين، في عندهم عظيم على بس رئاسة الجمهورية، في عندهم عدد نواب الجمهورية، رئاسة الجمهورية مش لجعجع ولا جبران بسيط، رئاسة الجمهورية البرلمان اللبناني، البرلمان اللبناني بكامله هلا ما في ما عم ينتخب رئيس لأنه في مقسوم، بدنا نقعد نحكي ونتفاهم نوصل على صيغه كلنا سوا بنروح. عملت كمان انت قانون الستين يلي اعتبر بوقتها انه هيدا بيرجع مطلب البطرك صفير، صح ولا لا؟ مزبوط كان مطلب البطرك صفير واجا قانون الستين وكان معتبر التمثيل، وانا بعدني مقتنع انه من احسن القوانين اللي عملت، يعني هذا القانون احسن منه. يعني برايك اذا خيرت بال 2026 بتفضل قانون الستين يرجع؟ انا بقول لك انا هذا القانون، أنا هذا القانون لقيته هذا قانون منه مزبوط، هذا قانون منه ما معقول اليوم بمنطقة متقدمة. يعني هيدا قانون عنا نايب صائد أخذ 5000 صوت ونايب ناجح أخذ 1000 صوت. يعني هيدا القانون الستين يرضي المسيحيين أكثر أو يعطي المسيحيين حق؟ حبيبي أنا ما بلاقي في قانون بيرضي ولا بيعب، أنا بلاقي قانون بيشبه البلد. قانون إذا بدك هلا ما فيك تجي يعني إنه هذا القانون قالوا بيرضي المسيحيين هذا هلا النسبة. طيب في منهم طلعوا بستين صوت ومنهم طلعوا يعني خد عنا نايب مسيحي ماروني اسمه اسفين ضايع اخذ 5000 الا 200 صوت، نايب تاني ماروني مسيحي اخذ 1000 صوت هو نايب. طب هذا معناته هذا التمثيل المضبوط؟ خلينا نروح على الكوره، نواب اخذ 3000 و 4000 نايب، نواب اخذ 1500 عمل نواب، هذا منطق؟ طيب خلينا نروح على طرابلس، هيدا صناعة مين؟ هيدا القانون 70 عمل نايب بيكون منطق؟ هيدا القانون، هيدا القانون اللي عم تقول عنه مسخ، وهيدا القانون النسبي صناعة مين هيدا؟ القانون صناعة مين هالقانون؟ هيدا إذا بدك نعمل بغفلة زمن، صاغوه ناس، جبران بيصير كان ملاحقه لحظة ولحظة وغيره كان مستخف قطع. مين اللي كان مستخف؟ من عند رئيس الحريري كان معتبر انه ما في مشكله شو بقى اجى بنطلع اللي بدنا اياه قطع. انا برايي قطع بلا بغفله زمن، بس هو عمله على قياسه تينجح برايك لانه ما كان ينجح قبل؟ هلا جايب هول يعني جايب كتلتين مسيحيتين ارقام، بس انه طلع في نواب اخذ 1000 صوت و700 صوت بهالكتل. نعم بتطلع بتلاقي انه طب جيب لي قانون تاني، حط لي قانون 60، عمل لي دراسه هلا، حط لي قانون 60، حط لي قانون المحافظه، حط لي قانون قضائين مع بعضهم، حط لي اي قانون وين في جبران بيصير يعمل نايب فيهم، حط لي اياهم. انا برجع بقول لك مع كل هذا بعده جبران بيصير تحت ال 9000 من 1600 صوت، اذا بتجمع القوات وابن بطرس حرب بيصيروا 20000 صوت بالبترون يلي جبران بيصير عمل لها يعني 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 حط العهد كله فيها. انه بالنتيجه طب اذا اخر شيء بدك تطلع تشوف كيف بدك تطلع الاقليه بكل منطقه تعمل منها نايب، فيك تعمل له قانون، فيك تعمل قانون بيجيب اقل شيء هو اللي بينجح وبيجيب اكثر شيء هو اللي بيسقط، فيك تعمل قانون هيك. بس نحن عم نقول اي قانون بدك تعمله نحن حط لنا اي قانون بدك تعال نحكي فيه نتناقش فيه. بس يمكن في قوانين بنسقط فيها ما عم نقول كلها سوا بننجح، بس بكل القوانين عنا بس في 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 هذا القانون وحده بينجح فريق معين. طب هل هالفريق ايضا في عنده نواب طلعوا باصوات الحلفاء فقط؟ مين يعني تكتل جبران باسيل، هل في عدد نواب برايك طلعوا باصوات حلفاء فقط؟ هذا الموضوع بس انا بحكي انه كلنا بنعرفه وانت بتعرف انه الحزب الله سقط كل حلفائه بالمناطق لمصلحه
التيار الوطني الحر، صح ولا لا؟ لأنه كان دعمه، يعني لو دعم إلي فرزلي بدل شرب المارون بالبقاع الغربي طلع إلي فرزلي، لو دعم بيعكاي لأنه كلهم حلفاء بدل حلفاء جبران باسيل أي حليف تاني كان طلع، لو دعم يعني أنا اليوم لو قال لي أنا معك كنت برشح كريم الراسي يمكن مزبوط، أنا ما رشحت لأنه أنا ما معي حدا، يعني ما بقى فيني ركب له لايحة لكريم الراسي بقى، يعني يكون بلايحة بقى. لذلك طيب تطلع بتلاقي بالبقاع بالكورة بكل المناطق لو ما من الحلفاء ما. طيب عندي بعد كتير كلام. نعم. أيضا في عندي شق متعلق بالرئاسة أيضا وببعض المواقف الداخلية واللي إلي عليها أيضا بأطراف تانية، وشو موقفها يعني النائب السابق وليد جملاط وكتلة اللقاء الديمقراطي التغييريين المستقلين كتلة الاعتدال وإلى آخره. أيضا عندنا محور عن النازحين وهيدا محور كتير مهم، وعندنا موضوع 1701 الجنوب والجبهة الجنوبية. بعد الفاصل الإعلاني مباشرة نتابع هذا الحوار معك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مباشرة من بنشعي. في هذا المنزل الزغرتوي تلقى سليمان فرنجية تعاليمه الأولى عربية ومسيحية، ورثها أبا وزيرا عن جد رئيس. حفيد الرئيس الذي انتخبته جلسة آبا السبعين على فارق الصوت مع علي السركيس سيصبح بعد 54 عاما مرشحا مع وقف التصويت. في 14 من حزيران وعلى مسافة يوم واحد من ذكرى مجزرة إهدن، كان سليمان فرنجي يختبر أصواته في جلسة أتمت العامة على تجربتها. حصل فرنجي على 51 صوتا من مختلف الأطراف والمذاهب، ومن بينها كتلة مسيحية ضمت 14 صوتا مسيحيا. سليمان فرنجية 51، جهاد أزعور 59. وتستند المردة إلى هذا المزيج من الأصوات وتعتبره ترجمة لفكر سليمان فرنجية الذي لا يؤمن بالتقسيم والانعزال والفيدرالية. بدأ مسار الترشيح في العام 2005 وأصبح واقعا في باريس مع الرئيس سعد الحريري. حينها كانت المبادرة مفاجئة للجميع وتبنتها فرنسا برئاسة فرانسوا هولاند. يعني احنا لو ننزل كنا كتير قريبين من اكمال النصاب بوقتها. منزلنا لا منزلنا نحن، كل العالم بتقول منزلت خفت نفلين، انا ما حدا طلب مني شيء ولا حدا، بس انا يا بنزل انا خلفي، انا شو بدي انفعك اذا جيت وحدي بلا الفريق السياسي اللي بمثله. خلال السنوات الماضية وعلى الرغم من المعارك الطاحنة والخلافات، سلك فرنجي مسار الانفتاح على القوى حتى تلك التي اتهمت بقتل عائلته. هو ابن زغرتة وفيها استمر ريفيا بين أبناء بلدته، عاصمته بحيرة بنشعي وصيفيته بين أشجار إهدن. قالتني والدي مع الناس. أيوة. كنت طوف بشوير عزارتها. أيوة. وين ما أصار كان وقت غدا أو وقت نوم أتغدى ونايم عند الشخص اللي يكون عنده. أيوة. هالشي جعل أنه أكثرية الناس اعتبروا لأنه إلن فضل عطر بيتي طموحي ما له حدود. لم يستطع توني فرنجي أن يحقق طموحاته تلك، فالمجزرة التي حصلت في هذا القصر في إهدن في 13 من حزيران 1978 أودت بحياته وحياة زوجته وطفلته و30 من أهل زغرتة. لكن العائلة حملت شعار الرئيس الراحل سليمان فرنجية عفى الله عما مضى، فوطني دائما على حق.
معالي الوزير، بدنا نشكر زميلتنا جاسانت عنتر على هالتقرير يلي اختصرت فيه حياتك السياسية والعائلية وبعض الجوانب هيك الخاصة بحياتك. نحن عم نحضر هالتقرير، قلت لي انه الصور يلي فيه صور والدك ووالدتك وشقيقتك، قلت لي اربعة ايام من المجزرة، وقلت لي انه هول الصور كان ما يتصور، كان يتصور بالحرب. هيدول يوم انت ما بعرف ليه يوم الجمعة قال لي، كنت انا اذا شايف في صوره وحدي انا معهم، كنت انا هاي محمل البارودي عم صيد بالها، قال لي تعال اخذ لك صوره معنا، هاي الصوره الوحيده اللي اخذها معهم انا بها. كانوا عم بيعملوا هيك، حدا اجى بصور عم بيصورون ما بعرف ليه قبل باربع ايام من المجزره. بس قلت لي انه كانوا ما تظهروا الصور وقت كانوا وقت المجزره، ما كانوا تظهروا يعني بعد تظهروا بعد شي كم يوم من المجزره تصيرنا نشوفه. هالسنه ذكرى القداس اللي راح تحتفلوا فيه بذكرى استشهادهم 9 حزيران، يوم الاحد 9 حزيران، لانه 13 بيكون يوم خميس، وعاملينه قبل باربع ايام ب 9 حزيران. وبتصور يعني شوفوا اذا يعني اذا ذكرى اليوم قد ايه بنكون تقريبا ال 45 اكثر من 45 من ال 78 ال 46 سنه. بعد 46 سنة تنرجين شو بيكون في عالم بدون يعني نحن دعوة عامة دايما. نعم، السنة الماضية كان الاحتفال بالذكرى قبل بيوم واحد قبل من بيوم جلسة الانتخاب. صحيح. هذه الجلسة يلي كانت الأخيرة لحد هلا، يعني ما عاد عمل جلسة تانية من وراها. صحيح. وكان في رسائل أطلقتها بذكرى الاستشهاد. هالسنة يعني في رسائل عديدة عم تطلقها خلال هذا اللقاء، أيضا رح يكون لك كلمة بالذكرى. مبدئيا من الأسف في كم في جمعتين فكر الموضوع. نعم. طيب خليني أرجع لسياق الحلقة. كنا حكينا أنه عن المواقف المسيحية، عن مواقف الزعماء المسيحيين، كان في لك رسائل تجاه الداخل المسيحي. صحيح. هلأ في كلام عم بينقال، يعني الأستاذ جبران باسيل، وزير جبران باسيل عم بيحكي وعم بيصرح، الدكتور جعجع ايضا، الشيخ سامي الجميل، يعني في كلام عم بيقولوه هالجماعه. مثلا امبارح الوزير باسيل بيقول انه المشكله لدى الثنائي انه ما في يفرض على مكون كالمكون المسيحي مرشح لا يتمتع بالقوه الذاتيه ولا بالشرعيه التمثيليه، وحتى انه هالمرشح المعني اللي هو انت لا يسعى الى امتلاك واحده من هاتين الخاصتين. شو هي الأولى؟ القوة الذاتية. والثانية هي الشرعية التمثيلية. أوكي. بعدين بيقول إنه كيف عمي بيمرتي توفى تأخذ منه قوة ذاتية. قالوا يعني نحن نتبنى شغلة. طب الوزير باسيل مارونة أبن عن جد بحلو يترشح على الانتخابات الرئاسية، والدكتور جعجع نفس الشيء، وسامي جميل نفس الشيء، خلونا ندور على المجلس نترشح بوجه بعضنا. أربعتكم؟ ما يجيبوا لنا خشبة يتفقوا عليها، هن ثلاثتهم وبنشوف مين بيطلع. تعرفوا. يعني أربعتكم أنت وياهم. عم بيحكوا هن. طيب. طب هيدي شو مبادرة عم تطلقها أو دعوة؟ يعني ما كل واحد منا بيقول لك أنا ما بدي وبدي وأنا أكبر من هذا الموضوع وأنا عم سهل للبنان، كله عم بيسهل للبنان. ما حدا عم بيسهل للبنان، كلهم عم بي اذا بدك عارف حاله ما له خبز. شرفوا ينزلوا تنشوف شو كل واحد شو بياخذ. كم بياخذوا صوت؟ ما كل واحد بفقعك تنظيف. بس متخيل حضرتك جلسه هذه احلى شيء فيها اربع مرشحين هن سليمان الفرنجيه، سمير جعجع، جبران باسيل، وسامي الجميل. بتجنن. وانا برايي هيدي جلسه ما بتجيب الا رئيس مسيحي عنده حيثيه. واحد من الاربع شرفوا. مين بده يقنعهم؟ بركي كتلة الاعتدال بتعمل مبادرة. شرفوا ننزل ونشوف. طيب كمان يعني أنا عم جرب نقول يعني بيقول الوزير باسيل إنه المرشح المعني قبل الانتخابات غير مستعد أن يتكلم مع أحد، فكيف الأمر بعد الانتخابات؟ بالعكس أنا مستعد أتكلم مع الكل. قبل يعني أنت قلت من شوي هلا بروح. انتبه إذا عبوك بيقول لي تعال نحكي إنك نحن مستعدين نحكي معك اذا كنت مرشح شو الشروط اللي بدنا اياها، بروح. اذا عم بيقول لي انا مش قابل فيك ما في مجال لك، روح احكي انا وياك. يعني بس شو حضرتك شو مستعد انك
تقدم له للوزير باسيل. انتبه، انا ما انتبه، في اشياء انا فيني اقدمها، في اشياء الحكومه بدها، رئيس الحكومه بده يتصرف، في اشياء المجلس. انا عم بقول ما املك، تعال نحكي، انت شو بيطمنك، شو بيريحك؟ قال هو بمقابله له، ما بده لا مركزيه مثلا، لا مركزيه الاداريه والماليه والصندوق الائتماني. انا اذا اجى القانون قدامي بمضي لك، في اكثر من هيك كرئيس، بس هذا موضوع بدك تاخده من الكتل، ما فيك تاخده مني، هذا قانون لا مركزي يعني تنفيذه، وبدها مرسوم بمجلس وزراء، وبدها مجلس وزراء وانت شريك فيه. يعني انا اذا بتقلي لا مركزي الاداريه، اذا ما بتمس اذا ما بتوصلنا على فيدرالية وهيك تكرم عينك، ما عندي. بعدين اذا توافقوا على القانون وتوافقوا على المرسوم تكرم عينك، انا بمضي لك، ما عندي مشكله. يعني انا ماني معقد قدام هالقصص، بس المشكله هي تعلق، شو هي؟ إذا بنطرح اللامركزية الإدارية، إذا بنتبه طرحها الوزير باسيل، وقت اللي حاس إنه بلشت الأمور تلحلح باتجاهنا إنه إحنا نعمل رؤساء، صار عم بيقول أنا أوكي تقبل بدي لبقى. وقت اللي انطرح المرشح الثالث، إذا بتتذكر ما كان في إسه الخيار الثالث، كان في أنا يا جوزيفون. وقت انطرح الخيار الثالث نسينا اللامركزية، ما بحد عم بيحكي باللامركزية. هلا شو الخيار الثالث؟ مين هو الخيار الثالث؟ عم بيحكي وقت اللي بلش ينطرح منطق الخيار الثالث، وقت اللي حس بالاول انا يا جوزيف عون وبلش ينحس انه الامور بلشت تميل انه اوكي ممكن انا ما بصوت لا لفرنجي ولا لعون، ولكن ممكن اعيد حساباتي عظيم اذا بتعطيني هون لمركزيه الاداريه والماليه والصندوق الائتماني. اجى يومتها الموفد القطري ابو فهد وطرح البيصري اذا بتتذكر، طارت اللامركزيه الاداريه والصندوق الائتماني، ما عادوا موجودين. لانه هو كان معمول انه كان مفكرين انه ممكن هيئته رح يركب سليمان فرنجي او جوزيف عون، خلينا نشوف كيف بدنا نجرب ناخذ شيء تنعمل. هو كل القصه كيف بدي اعمل بطل مسيحي، البطل المسيحي صار باللامركزيه وبالصندوق الائتماني. هل بس ما كانوا هدف، لانه ايش كان الهدف؟ كان الهدف انه هيك جاي سليمان فرنجي، خلينا نشوف شو بدنا نعمل. وقت لقى انه ركبت البيصري بوقتها، خيار البيصري هو اعتبره محسوم، عمل برمته زي مثل ما بيقولوا برمة المنتصر، انه انا بيجي لعندك انه. وثانيا طارت موضوع اللامركزية، ما عاد انطرح، صار هلا بينطرح رفعاتها بكل فترة من فترة انه تذكر انه طرحها مرة، بس ما عاد مشروعه. واذا هلا بيمشي بهالموضوع تعال نناقشه، لا مركزية ادارية صندوق ائتماني، انا صندوق الائتماني مين قال لك انا ضده؟ ما عندي مشكلة. يعني موضوع التدقيق الجنائي انا اليوم معه قبل بكرة، ما عندي مشكلة. يعني في كتير اشياء قاعدين نتفهم عليها، بس هولي مش وحدة، يعني هو في مجلس نواب، في مجلس وزراء. مستعد تعطيه تطمينات إلى علاقة ب يمكن حضور معين، حصص معينة، ما بعرف. انا انتبه اذا بيطلب شيء انا مونع عليه، وانا انا بالعكس ما عندي، انا انتبه. هو عبكرة صوت ضدي اعتبر. انا قلتها من اول يوم، عنده حقوق بده ياخذها، طرد عبكرة وبده وزارة الكهرباء. طيب انا ما بدي اعطيها اعتبر، بس انه مثلا فلان كبش بالوزارة، وفلان كبش بالوزارة، وفلان كبش بالوزارة، ولقيت حالي ما فيني غير، ما حانتقم منه وحده. ما حانتقم منه وحده، ليه بدي انتقم منه وحده؟ يعني هذا الموضوع عم نحكي كل شيء بيندر. انا ماني جاي بفكر انتقامي على حدا، اذا جيت انا جاي اتحاور مع الكل واعطي كل واحد حقه. واذا اجى عدنا قبل هو بيقول لك ما بدنا نعود، لا بنعود، عندنا مشكله، بس بنعود اذا انت الجاي بتفكير قبل، لو بتنسحب بعدين بنعود، او بتجي تنعود تناقش بس هي الفكره. انت مستعد تعطيه مكاسب بالعهد اذا مشي معك؟ انا بقول لك في فرق شو المكاسب. اذا فكرني يعني مثل العهد السابق، يعني انه يجي انا اصير عم بشتغل عنده، لا، بس عم نحكي انه عنده حقوق، واذا كان داعم للعهد اكيد بيكون شريك اساسي، اكيد بيكون شريك. هلا منزل تغريده الوزير باسيل انه عقد لقاء مطول مع البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، تناول انتخابات رئاسة الجمهورية والموقف المسيحي الموحد ووثيقة بكركي، وذلك على هامش مشاركته بتدشين كنيسة شربل المارونية بمدينة فلورنس الإيطالية. وكان تشديد على ضرورة وضع خطة عمل لتحرك فاعل يضمن الشراكة. برافو، اوكي. كثير منيح. في بتصريح لألك ببكركي، طالما عم نحكي عن البطريرك، انا بعرف سيدنا البطرك وبعرف المطارين وبعرف كل هول، فانا بتصور متفاهم انا وياهم، وبيعرفوا انه سليمان فرنجي، وقال لسيدنا انه سليمان فرنجي ما حدا في زيد عمرو نيته، وسليمان فرنجي ما حدا له حق
يمنعه يترشح على الانتخابات، ما قالون ما طلعون بكركيوس بس بالكلام المغلق يعني بالجلسة المغلق. هل البطريرك الراعي يرتاح لمجيئك رئيس؟ البطريرك بتصور أكتر واحد بيرتاح معه هو أنا، أكتر زعيم ماروني بيرتاح معه البطريرك الراعي. أنا بتصور هو بيعرفه، اسألوا هيدا الكلام. بطريرك بيعرفه والبطريرك صفير كان يعرفه. طيب ببكركي حضرتك قلت انه بدنا رئيس جمهورية ما يكون مرعوب من جبران باسيل. صحيح. هلا الكل مرعوبين من جبران باسيل الا الكل انت؟ انتبه. لا 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 مين بقول هلا من اللي مطروحين عم ينطرحوا اساميهم قدامي. لانه انا بعرف وقت عم ينطرح مع الكواليس بلبنان كلها واضحه. يعني مثلا جهاد عزوق كيف تحضر، بنعرف كيف راح خيوطوني وحكي مع جبران وكيف اعطى التزامات وكيف جرب يعطي التزامات للرئيس بري وللحزب ولكل العالم. نعرف مثلا زياد بارود كيف كمان قاعد هو والوزير باسيل وكيف اتفقوا، بنعرف كيف البيسر يتحضر بين، يعني كلهم بنعرفهم. ايه بس نحن عم نقول لحظة، هول الاسماء اللي ذكرتهم هول مرعوبين من جبران باسيل؟ انا برايي رئيس اذا بدك، ما بقول انتبه، في الاحزاب المسيحيه بيجي انه بيجي رئيس يمكن يكون ادمي وكل شيء، خي اذا اجوا قالوا له مناطع هاي بنعمل هاي بنعمل كذا او بده يرضيون، بصير قاعد تحت الضغط تبعهم. هذه ما فيني يعملوها معي. انتبه، في فرق فيني يعملوها. انا برايي بدهم رئيس يضلوا عندهم أكساء. مين يلي ما عندهم أكساء عليه غيرك؟ أنا بقول لك جوزيف عون. لا ليه؟ بس مش عم بحكي إنه يعني، عم بحكي عم بقول لك لأنه في هيك يعني ما بيقدروا. بعدين قائد جيش يعني عنده عقليته. لهلا ماني شايف حدا تاني، يعني لهلا ماني شايف حدا تاني. يعني حضرتك وقائد الجيش هول أنتوا اثنين يلي ما بتنرعبوا من الآخرين. أعطيني شي واحد تاني ما بيتأثر. أجيني أنت برأيك. ما بعرف أنا، أنت أخبر. ما عم بقول أنه زعلان هوليك، انتبه. يمكن أودن، بس أنا عم بقول لك هدي المواصفات اللي بينقوها. مواصفات شخص فيهم. طيب إيه بالنسبة لقائد الجيش، حضرتك التقيت فيه على العشاء عشية. يعني تعشيته عنده عشية التمديد لإله بمجلس النواب. اليوم هل أنت وجوزيف عون المرشحين الأكثر جدية؟ يعني هل أنتوا الخيارين يلي يا أنت يا هو حسب ظروف المنطقة حسب؟ لهلأ هيك واضح. لهلأ هيك واضح. وأنا بتصور تنافس ديمقراطي صحتين على قلبي بيربح. طيب بس بلقائك معه يعني وقت التقيته، هل عاد تكرر اللقاء يا ما لا؟ لا، بس في دائما ناس مشتركه بين بعض، في تواصل ولا لا؟ عبر في تواصل، في تواصل. ايه بس ما في، انتبه انه نحن بنضل نقول انه المنافسه مش ضروري تكون خصومه ولا ضروري تكون عداء. هي المشكله بلبنان. بس انتم يعني بجلستكم يعني اتفقتوا انه نتنافس بديمقراطيه؟ اتفقتوا انه تتنافسوا بديمقراطيه وانه كل واحد له ظروفه المعينه. ايه انه لك خذ بذكر الوزير جعبت كان صديق. نعم. كنا نلتقى وكان يمكن يكون منافس وكان بفترات مرشح. انه هذا المشكله انه كل واحد عنده طموح يصير عدو، هيدي مشكله. نعم، هيدي مشكله. طيب لما بنسمع انه كلام للدكتور جعجع بيقول عبده ما رح يفوته، هيك بضمن فوتي ساعتها. يعني عم نحكي انه هذا الكلام اللي دائما الجذب. انا بتصور بلبنان، خاصه بلبنان، ما بيمشي. لا، بتتغير الظروف، تتغير الايام، بتغير كثير اشياء. شو موقف الاستاذ؟ انا بقول لك اذا رحنا على ابو عبده بنشنقل ايدينا ببعضنا وبنطلع وبنحل مشكله البلد. هذا اللي عم نقوله نحن وياه. بتشنقل الماضي، بنحط الماضي ورانا، بنشنقل بعضنا وبنطلع، وهو بيكون شريك اساسي وبيكون موجود وبيكون سمير جعجع. بتشنقل ايد سمير جعجع وبتطلع يعني عم بقول يوم من الايام اذا يعني حتقعد العالم مع بعضها وتحكي مع بعضها ونوصل. وبتصور اذا يعني ولا هو بحب لبنان اكثر منا، ولا بتصور نحن اخر شيء. هو يمكن عنده طريقته ونظرته للبلد، بس نحن طبعا بحب اقول له انا عربي ولبناني واصيل، ماني لا بدل هون ولا هون. انا عندي خياراتي السياسيه، اكيد عندي مثل ما هو عنده خياراته السياسيه. شو موقف الاستاذ وليد جنبلاط؟ من جمعتين زارك هون ببنشعي بعد عماده حفيدته. انسان عربي وطني. ايه بس عنده هواجس، عدنا حكينا، واكيد تبددت
وفعلا وقت اجى لهم ما فتحنا موضوع الرئاسي ولا بس رحت ولا بس رحت لعنده هلا بسمع كلام كثير ايجابي منه، بس انا بقول لك انه انا واجباتي كنت اقعد معه في اشياء كثير بتعرف، لانه وقت بتسمع العالم تسمع رأي بفلان او بفلان بتشوف بعضها بتقعد مع بعضها العالم بتتغير الامور. وانا موضوع والد باك علاقه الشخصيه والعلاقه ما لها علاقه بالرئاسه ولا لها علاقه بالاستحقاقات، هذا شيء وهذا شيء. انا بعرف انه هو بيعرف انه انا اذا وصلت حقه محفوظ ولا بل اكثر من حقه محفوظ وبعدين يعني الامور مثل ما اصوات كتلته بتتوقع وطني وعربي. ليك انا بقول لك انه تيمور عكس ما بيقولوا، يعني تيمور حتى العلاقه معه ايجابيه قد والد بك، يعني مش انه هلا بيجربوا وقت بيلاقوا انه والد بك تيمور بس تيمور غير شيء. انا بقول لك هذا بيت كامل متكامل منسجم مع بعضه بيعطي نفس الموقف السياسي. انت مطمئن؟ نحن ما عم بقول لك مطمئن لألون. ما عم بقول لك مطمئن، انا مطمئن للعلاقه معه ومطمئن للتواصل معه ومطمئن لاصواته ولا لا؟ لا بنقرشها هي العلاقه. مطمئن لاصواتهم، اصواتهم ملكهم. بقول لك انا والد بك عبكرة راح يكون مع التوافق بأي شيء بهذا البلد، وإذا كان علي بيكون مبسوط، أنا هذا اللي بشوفه. هلأ إذا كان على غيري أكيد حيكون معي. كتلة الاعتدال، هل في أصوات؟ فيها أصدقاء، فيها أصدقاء كثر وناس إذا بدك مسيرتنا السياسية كلها قضيناها معهم. بس نوصل على الاستحقاقات الله بيفرجها، بس اوادم الجماعه، اوادم انا في كثير علاقه، يعني انا برجع بقول لك العلاقه الشخصيه اللي بتربطني باكثر من نصهم انا بتصور هيدي. هلا بعدين كل واحد عنده ظروف وكل في ناس عم تصوت ضدي هلا، بس انه في علاقه شخصيه انا بهون شو بعمل يعني انه نعم. اخر سؤال قبل ما اختم ملف رئاسه الجمهوريه وانتقل للناسحين بعد الفاصل الاعلاني هو عدا عن سليمان فرنجية، هل المرشح الأكثر جدية يعني بالحصيلة رح نكون أمام يا سليمان فرنجية يا جوزيف عون، أم هناك خيارات أخرى من اللواء البيسري أو غيره؟ أكوا بده ينطرح حدا مثل اللواء البيسري بده يكون أنا صرت برا. ليه؟ لأنه بخطنا بمشروعنا، يعني عم بحكي من فريقنا. بدك تعتبر في يا جهاد أزعور يا جوزيف عون هيك هلا بهذا المرحلة. بس أنا برأيي إنه هلا الحوار، روحوا تنقوا على الحوار ونحكي ونشوف ونشوف شو بيطلع منا. بعد الفاصل الإعلاني سأنتقل إلى ملف النازحين السوريين. شو عندك خارطة طريق إذا صرت رئيس جمهورية؟ كيف رح تتعامل مع هالملف اليوم؟ شو بتشوف بمؤتمر بروكسل وبالوضع اللي نحن فيه؟ بعد هذا الفاصل. ونتابع هذه الحلقة مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. معالي الوزير، بدي أحكي عن موضوع النازحين. عندنا هذا الأسبوع مؤتمر بروكسل، في أزمة كبيرة بالبلد، وصلنا ل 45% من عدد سكان البلد هن من النازحين السوريين. في كتير حكي عم ينحكى، في مزايدات، في آراء عم تنطرح، في حلول كل واحد بلاقيها من وجهة نظره. اليوم سليمان فرنجية يلي مرشح لرئاسة الجمهورية، شو خارطة الطريق برأيك؟ يعني إذا لنفترض أنت اليوم رئيس جمهورية، كيف بتحل هالأزمة؟ أول شيء بس بدي أحب أذكر أنه أول شيء أول فريق أثار هذا الموضوع هو نحن بشخص وزير دفاعنا آنذاك الوزير فايد غصن، المرحوم الوزير فايد غصن، طلع على عرسال قال انتبهوا من اللي عم بيصير، وقامت قيامتهم لانه نحن عم نجرب نغطي النظام السوري ونجرب، ومش مزبوط عم بيجي نازحين، ومش مزبوط انه لون هذا النازحين هو تطرف وهذا الموضوع. ونحن الوزير مروان شربل حيا يرزق انا نبهته، كنا عم نتعشى ببيروت، كان العماد جان قهوجي، كان اللواء عباس ابراهيم، كان الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا، كان الحاج علي حسن خليل، ووصلت لمشكلة أنا وياه، لأنه يومتها جاوبني عم بقول له إنه نظمون، قال لي ما فينا نتركهم لأنه
تما يقتلون رئيس الاسد اذا رجعوا وصلت. وبعدين حرام يعني انا بحبه كثير لمروان رجع قال لي لا انه هيك بس انا كان بوقتها رجع قال لك شو انه كان بوقتها هذا الرهان اللي كان صريح فيه قالوا الكلام قالوا الدكتور جعجع لانه قال نحن كنا مفكرين النظام حيسقط بعد شهرين كانت كل العالم مفكر النظام بده يسقط بعد شهرين وانا بحب اقول شغلي انه كيف بترهن ببلد وبديموغرافية بلد وباجتياح بلد من مليونين لاجئ لأنك مراهن على نظام بده يسقط بعد شهر أو شهرين هيك رهن الرئيس بشهر سليمان أنا ذاك شو فكر مرة بجيبهم بعد شهرين بيسقط النظام بياخد جائزة نوبل للسلام أنا بيعطوني إني أنا حميتهم بقى هذا الرهان الصبياني الولادي الصغير الخفيف اللي تراهن هو اللي وصل للي وصلنا له بس مين كان يعتبر انه حيصيروا مليونين ونص هلا يعني هون السؤال بس تفتح البواب نحن فتحنا وما عندنا عدينا نحن فتحنا وقت اللي كنا نحكي كنا نتواجه بانه نحن مع النظام نحن جماعة النظام هني عم يحموا العالم هذا انسانيا انا بتذكر وهلا رجعوا يحطون على التلفزيونات كل واحد هذا يطلع يقول بدنا نفوت 10 ملايين وشو هالمشكلة وهذا بدنا نفوت 20 مليون ونحن المهم يسقط النظام واحسن ما يقتلون الرئيس الاسد ما حدا تطلع من موضوع لا ديموغرافي لأنه كلهم كانوا معتبرين مفوتاً شهرين ثلاثة بيسقط نظام بيقجعوا وما عم بقول أنه بس كان رهان خاطئ وكان رهان غير مسؤول إذا بدنا نعتبر من البعض وإذا بدنا نعتبر كمان كان مؤامرة رهان متآمر كمان طيب بس على بس معالي الوزير كان في دولة كان في رئيس جمهورية بعدين رئيس هون كان في حكومة انتبه هلا القوات اللبنانية ما لهم حق يشرعوا بهالموضوع هلا يحكوا لأنه هن كانوا معهم ما فوتتهم قال انه موقفنا من النظام منفصل عن موقفنا من الأزمة اللي احنا فيها اليوم انتبه بس بوقتها وقت اللي حذرنا من اللاجئين اتخذت وكأنه حماية للنظام وقت اللي نحن حذرنا طيب الوطني الحر حذر بوقتها ولا نحن نجزع على هذا الموضوع انه حذرنا انه انتبهوا هيدا موضوع بخرب البلد ما فينا نحملون لبنان ما بيقدر يتحملون كان رئيس الجمهورية على راسهم طلع على عرسال بوقتها بالهليكوبتر كان وزير الدفاع الوحيد اللي عم بيحذر كانت كتلة القوات اللبنانية عم تطلع على عرسال كانوا كل 14 ادار انذاك عم بيدافع عن هذا الموضوع انه نحن جايين نحمي النظام بعدم جيبتهم على لبنان وحيقتلون هونيك وكل واحد عم بيطالب بعدم ادخالهم على لبنان هو ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان وضد كل هول هلا اليوم طلعوا شو قالوا مزبوط نحن هيك بس كنا مفكرين حيسقط النظام ومصار طيب هيدا بهذا الموضوع طيب ما كل مرة بتفكروا اشياء وما بتصيروا بتفوتونا بالحيط وهلا فوتونا بالحيط بهذا الموضوع هلا جايين بدكم تشاركوا تصلحوا غلطكم ها على راسنا ما فيكم تزيدوا علينا نحن صرنا مطالبين فيهم مثل البنوكي انا ضد البنوكي كنت كل عمري صرت انا بالانتخابات انتم البنوكي يا خي ما لي عليها انا ضد البنوكي هلا دفعنا نحن ثمن بالانتخابات مع المصارف ونحن ما لنا عليها بس بالمصارف بس انا سؤالي بس انه المفاجر عم بياكل مال التاجر بهذا الموضوع بس انت اليوم شو طرحك هلا يعني هلا خليني بدي كفي الملام بدي احكي التيار الوطني الحر مزبوط كان ضد بس التيار الوطني الحر مع احترامنا له 6 سنين استلم السلطه يعني هلا بيتعاطى مثل كانه بالمعارضه كان يا خي قعد 6 سنين رئيس جمهوريه بيسلم السلطه شو الموقف يلي اخده التيار الوطني الحر بشخص برئاسه الجمهوريه بموضوع اخراج اللاجئين السوريين من لبنان لا بل وانا عم بقول لك لاني انا بعرف لانه طرح علي الموضوع كان عامل ديل مع الدول مع الاوروبيه مع كل العالم انه هذا الموضوع لن يطرح ولن يزور الرئيس عن سوريا طوال عهده ولن يطرح هذا الموضوع انطرح هذا الموضوع اذا بتطلع قبل ما يجي رئيس عون وبعد ما فل لن يزور لحظة خليني بس ركز لن يزور الرئيس عون سوريا طوال عهده التزم بهذا الموضوع لمين مع المعنيين بهذا الموضوع مين مع الأمريكان مع الأوروبيين انه لن يطرح موضوع اللاجئين كل شيء هو موجود طيب وانا بقول لك بيجي بقول لك ايه بس صار قانون ايسر ما احلى شيء بخبروك صار قانون هن اللعبة على التاريخ قانون ايسر بال 2019 يا حبيبي هو اجى بال 2016 من 2016 ل 2019 ما عمل شيء لذلك انا بجيب لك
صار في التزامات بعدم إثارة موضوع اللاجئين. التزامات من قبل الرئيس عون. شو في ضغط دولي؟ إذا هلا إذا أخذ إذا أعطى هالالتزامات هلا أنا شو استفاد؟ يعني لا. لا شو أخذ؟ شو طيب أخذ؟ ما كان موضوع في رئاسة الجمهورية بدنا إياها، بدنا موافقة أوروبية ودولية، صار في التزامات. يعني أنا بقول لك كيف كان صاير. التزم بالموضوع حتى وافقوا يجي رئيس جمهورية. أنا بعرف إنه أنا عم بقول لك ليش. طب أنا بسألك سؤال، ليش ما طرحوا من 2016 ل 2022؟ ثمن الرئاسة يعني. لا ما انطرح. ليه هلا؟ إنه هلا بدك تجي تعلمني كيف لازم أعملها. طب ليه أنت ما عملتها 6 سنين؟ شو عملت؟ ما انت السوريين بلش يفوتوا على لبنان بال 2012. طب بس معنى اذا عمل رئيس بال 2016 يعني بال 2016 هون المليونين اللي اجوا هلا عملنا منهم كانوا هون. طب ليه انت بال 2016 بس اذا كان هيدا ثمن الرئاسي وملتزم مع المجتمع الدولي أنا ما بس حزب الله داعمه، يعني حزب الله لازم يكون بالجو يعني عارف. ما جابوا طيارات لحزب الله، ما جابوهم اللي كان مراهن عليهم بالطريقه الطائفيه المذهبيه كل هول، انه هول بكره بناخذ منهم 100,000 مقاتل من قتل. تعال بس وين موقف الحزب؟ يعني اذا الحزب داعم الرئيس عون يوصل للرئاسه والرئيس عون ملتزم مع المجتمع الدولي ما يطلع على سوريا، كيف يوصل الحزب ويمكن غلطة هي عنده بس بيوصل انه تعال انا معك. شو ما عملت بس انا عم بقول لك انا ما بدي اقول منه ملتزم، يا خيي مش ملتزم، بس ليش ما عمل شيء من 2016 لل 2022 وهلا عم بيعلمني شو لازم اعمل؟ يعني بس هيك عم بقول تغيير الوطني هلا عم بيعلمني شو لازم اعمل وما عمل شيء. طب ما هو استنى. طب ليه الحزب ما عمل شيء؟ يعني حزب الله مش شغلته. انتبه الحزب بس ما هو في خطر عليه، اذا عم تقول في 100,000 مقاتل منهم ممكن يندارو عليه. سوريا دوله وبدها دولة تحكي معها. نحن بعتنا مدير أمن عام، بعتنا وزير مهجرين بطريقة خجولة وصاروا يسبوه بس طلع إذا بتتذكر. نحن عم نقول بدك تحكي من دولة لدولة، بيقولوا لك ما في قانون أيسر. طب لحي الإمارات حكيت. أنا بقول لك إنه اليوم الدول بتحترم يلي بيحترم حاله، أمريكا بتحترم يلي بيحترم حاله. إذا أنا طلعت أعمل مصلحة بلدي شيء، وإذا طلعت أعمل مصلحتي الخاصة شيء، وإذا طلعت يعني بدأ أنا بقول لك، وإذا اليوم بدها تعاقبني لأني طلعت أحل مشكلة اللاجئين مع سوريا تعاقبني. أنا يعني طيب لنفترض حضرتك اليوم رئيس جمهورية موجود بقصر بعبدة، نعم، شو بتطلع بتقله للرئيس الأسد؟ هل مستعد الرئيس الأسد يعطيك هذا الحل أو هذا الملف؟ انتبه، رئيس الأسد رئيس دولة وبيشتغل مع دولته، وأنا إذا كنت رئيس دولة بنحكي من دولة لدولة وبنعمل لها أجندة وبنتشوف كيف بدنا نعملها. هلا اللي انا بقدر اعمله مع الرئيس الاسد، لانه دائما بيقولوا ليه ما بتعمله خيي رئيس الاسد، ما بيعطي شخص، يعطي دوله، لو كان الشخص خيه مش صاحبه. لذلك انا بقول لك بتروح من دوله لدوله، بتحكي من دوله لدوله. بس فاذا لا انتبه، بتقسم هذا الملف، بدك تقسمه، في ناس شرعيين رايحين جايين، في ناس غير شرعيين، في ناس عندهم مشاكل امنيه، في ناس. انا اليوم مع سوريا شو بدي اطلب؟ بيجي مثلا بيقول لي فلان في تجنيد اجباري بسوريا. حبيبي وظيفتي انا هي التجنيد الاجباري، على بكره اذا في تجنيد اجباري بسوريا هي دولته هي بتقرر شو بده يعمل. وهذا الاقتصادي مش منيح كمان، مش مشكلتي. بس ما هو الاساس انه اذا مش من مصلحته الأمن يعطيك الأمن. لا لا. ما رح يعطيك حتى لو كنت صديقه وبيطمن لك. ما حضرتك قلت لي هلا من شوي خلينا نجربه. ما نحن اليوم بيجوا تجي بتقول له نطلع نحكي مع الرئيس الاسد يضمن لي امنه انت رجعون، ما رح يعطيك اياها. طب انا خليني اجرب يا خيي. برايك بيعطيك اياها؟ انا بعرفه للرئيس الاسد وبرايي فينا ناخذ منه كتير اشياء، وفينا ناخذ منه ضمانه امنيه لكل واحد بيطلع على سوريا وبده يرجع. هلا بتقلي اجبرهم يرجعوا، بقول لك انا عندي كل الضغط الدولي. انا اول شيء بدي اجرب نظمهم، ثاني شيء عوده طوعيه، ثالث شيء تحفيز، بدي اعمل لهم تحفيز، رابع شيء باخر شيء بدي اشوف كيف بدي ارجع. بس شو الضمانه الامنيه؟ يعني المجتمع الدولي اليوم بيقول لك بدي اقتلهم. عن امن المعارضين. عظيم، امن المعارضين هذا نحن واجباتنا نطلع نامنه بسوريا نامنهم. وانا بقول لك انا قادر اجيبه من الرئيس الاسد. بس ليش بده يعطيك اياها الرئيس الاسد هذه الضمانه؟ لانه عم بقول لك هون انه نحن كدوله لبنانيه اذا عم نحكي وجينا عليه نضمن لنا امنهم، اكيد بيضمن امنهم الرئيس الاسد. بس يعني اذا بدهم يمشوا اكيد بقوانين الدوله السوريه، مش بيطلع يقوص على النظام ويقول لك اوصل. بس اذا الرئيس الاسد مستعد يعطي هذه الضمانه،
يعني ليش بده يعطيك اياها لك وما بيعطيها للاخرين؟ يعني بيعطيها لاي دوله بتحكي معه. بس نحن بلبنان ما بدنا نحكي كدوله، بدنا نبعث اشخاص وبدنا نبعث بيير رفول وبدنا نبعث، ما بيمشي الحال هيك. بدك تحكي من دوله لدوله، بدك تحكي من دوله لدوله. بس هناك من يعتقد انه موضوع النازحين ورقه بيد النظام السوري، ورقه بيد الرئيس الاسد، ومش ممكن انه يعطيها، مش ممكن يعطيها بدون ثمن. ما بيستعملها مع دوله صديقه مثل لبنان، ما بيستعملها مع دوله، خاصه اذا كانوا اصدقائه بهالدوله ما بيستعملها. انا هذا رايي. اكيد عم بقول اذا عم يجمعي جمهوريه لبنان شيء، واذا بس ما عم بقول لك، بس اذا رئيس وفي تفاهم بلبنان وفي جو، انا عم بقول لك هذا موضوع خدوا. انا بقول لك الرئيس الاسد مارن فيه، مارن بظل مارن مارن فيه مارن. سليمان بيك، بظل الوظع الاقتصادي الموجود بسوريا، بظل قانون قيصر، يا جورج، بظل اكثر من تبع دارية واكثر من تبع ادلب واكثر من تبع الغوطة، طب وين هن اليوم؟ عملوا تسويات وقعدوا ومشي حاله، بيعمل تسويات. لا بس اقتصاديا هل من مصلحته يردهم؟ لا انتبه، هل قادر يتحمله؟ انت بدك مصلحته اكثر ما هو بده مصلحته، اتركه هو يقرر، اتركه هو يقرر. نحن قلنا نطرح عليه، واذا قالنا لا بنتصرف بطريقه، واذا قال مين قال ما بيقول إيه؟ ليش دائما حنقول لا حيقول لا؟ طب بكي قال إيه؟ بهالاثناء يعني بهالوضع، مثلا السيد نصر الله اقترح انه روح احكوا مع الامريكان يرفعوا قانون ايسر بصير اسهل عودتهم، او افتحوا البحر. لا انتبه، افتحوا البحر، نحن نشتغل على رفع القوانين او رفع الضغط. نحن سوريا دوله جاره، قبل ما نحكي مين ما كان رئيسها، دوله جاره ودوله هي اذا بدك خاصرتنا على كل الشرق. نحن ما قلنا مصلحه تضل معاه ومسكره بهالطريقه، لازم نشتغل على طيب فتح البحر. وفتح البحر هو خيار بيتاخذ باخر شيء، يعني نحن مع الاوروبيين ومع الدول. يعني اذا على بكره ممنوع تحكي مع سوريا وممنوع بدك تخليهم عندك وبدنا نضل مولينهم تضلوا عندك وبدنا نضل هيك كبيرة، هذا بتستعمل هذه الامور. اما اليوم انا بلاقي انه انا مثلا جابوا مليار دولار منيحه كثير، كان لازم يجيبوهم من 5 سنين ومن 10 سنين، وانا قناعتي فينا نجيب 2 و3 و4 مليار دولار ونعطيهم تحفيز للسوريين تيفلوا على بلادهم. يعني انا اليوم فيني انا هلا ما معي مليار دولار، اذا اعطيت العائله 2000 دولار هي 500 الف عائله فيني وديهم، او 500 الف شخص، ما بدي اقول 500 الف عائله، يعني العائله يمكن تطلع لها 10000 لانه عيالهم كبيره، تتروح تلاقي بيت بسوريا وتعمره. فيني انا استعملها هيك، فيني اجيب قصه مصاري اكثر من الاوروبيين. بس كيف بدنا نجيب مصاري من الاوروبيين؟ يعني انه اليوم انه انا اذا اخذت قرار موحد وطني يرجعهم بقدر اعمل كتير اشياء. اذا فت بالموضوع العنصري يلي عم بفوت فيه البعض والطائفي اللي بفوت فيه البعض، نعرف لبنان تلقائيا بصير يعمل حساسيه بالطوائف، بصير شيء شد مع شيء شد. نحن عم نقول لازم يضل موضوع وطني، لازم يضل موضوع انساني، لانه هذا موضوع انساني، ما لازم نتصرف بطريقه لا عنصريه ولا غير انسانيه، ولازم يضل موضوع مدروس، نكون عاملين له خطه كيف بدنا نعمله. انا بقول لك اول شيء التشجيع، ثاني شيء رفع الخطر عنهم اذا رجعوا على بلدهم، بعدين التحفيز، بعدين الدعم، بعدين اذا بدك الضغط. بس ما فينا نجي نبلش دغري هيك، يعني انه نحن اذا بدنا لا انتبه، نحن اذا مطلوب ما المشكله، انت دائما وقت اللي بيصير اشكال تبقى انت رايح عليه. في ناس رايحه تشوف كيف بدها تحل، في ناس رايحه كيف بدها تشوف تضوي على المشكله. خلينا نشوف اللي عم بيصير المشكله. في ناس كتير هدفها تضوي، يعني بنطلع مثلا بنلاقي مشكله السوريين هلا اجى زمان نضوي عليها مش زمان نحلها. انه ليه؟ لانه هلا الناس خايفه منها، نضوي عليها نربح منها راي عام. بكره مثلا سلاح حزب الله بدنا نضوي عليه، طب شو حلك لمشكله سلاح حزب الله؟ في شيء واحد قال لي شو الحل؟ مثلا بتجي بتقول له بدك حرب، بيقول لك لا. شو بدك؟ خيي اذا نطرنا تيسير الجو الاقليمي بالمنطقه وتنحل بالشرق الاوسط وتنحل بين ايران وامريكا وبين ايران والمملكه، وبلبنان نقعد على طاوله حوار ونلاقي حل داخلي واستراتيجيه دفاعيه الكل بيتفق عليها، ايه عظيم. ايه طيب من هلا لوقت شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ بيقول لك عم تطلبوا منا نحيد السلاح. يا خيي ما عم بطلب منك تحيد او ما عم بطلب منك تعمل هدني، عم بطلب منك انه ما تضل حاطط لي هاي القصه ولا ما بيمشي شيء بالبلد. حاحكي يعني عن هذا الفرق يعني. اي تختم موضوع النازحين، مؤتمر بروكسل شو راح يطلع منه؟ انتم تيار المرده
دعيته لاعتصام. نحن مشاركين بالهمروجي اذا بدك تسميها. ليش سميتها الهمروجي موضة. نحن عم نقول الحلول في القوات كمان ما في شيء من الغرب مثل القلب، ما في شيء رح يجي يحلنا. مشاكلنا هي وحدتنا، نظرة وحدة للحل، وبذات الوقت نبلش بدنا نحكي مع النظام. هلا بالعكس سليمان فرنجي بده يحكي مع النظام؟ لا، بدنا نحكي من دولة لدولة. عبكرة أي حدا بيجي بده يحكي من دولة لدولة، حكومة لحكومة، وديك يعني هذا مفتاح الحل. أنا هذا برأيي، وبدنا نلاقي وبدنا نحط رذنامة، بدنا نحط 1 2 3 4. بعدين نحن اليوم هالمؤسسات اللي عم بتساعدهم، أنا اللي بعمل له أمنه وما بده يروح، ليه بده يضل لاجئ؟ ما بقى عنده صفة لاجئ، ليه بده يضل ياخذ مساعدات؟ بيقعد هون شرف، في قانون عمل بلبنان، في قوانين، في كذا بده يلتزم فيها. ساعتها افضل له يرجع. ساعتها افضل له يرجع اذا انشرت المساعده. اكيد، لانه هو شو عم بيقول؟ انا علي خطر. انت اليوم بس تروح على السويد تخذف باسبورك عليك خطر ببلدك، مجبورين يعطوك معاش. طيب اذا وصلت لهونيك وبلدك ما عندك مشكله فيه، بحملوك وبيردوك على بلدك. نعم، هذا القصه. بعد الفاصل الاعلاني بدي احكي عن موضوع الجبهه الجنوبيه، حرب غزه 1701، وحدة الساحات، ولا وين رايحين بعد هذا الفاصل. ونتابع مشاهدينا هذه الحلقة معالي الوزير مسؤول ملف النازحين في حزب الله الأستاذ نوار الساحلي، بيقول لي انه نحن عملنا ملف بال 2018 بالتعاون مع الامن العام، قمنا بترحيل الالاف بشكل طوعي وامن، ثم اصطدمنا بالرفض الغربي والان جي اوز. طيب اذا عملنا كل الدوفوار تبعنا اذا بدنا نقول، ورجعنا اصطدمنا بالموقف الغربي، في دولة شو بنعمل؟ في دولة سيادية مستقلة هي بتفرض رايها مش حدا. بس وقت بيكون الدولة ما نعم تفرض رايها، وفي إذا بدنا نحكي حزب الله منه الدولة بيجي هو بده يجرب يعمل مبادرة، أكيد رح يصدموا. بتكون الدولة كلها متفقة، وهذا اليوم اللي بستجد إنه كل العالم اتفقت بوقتها، لا كانوا القوات ماشيين، ولا كان الفريق كبير من البلد ماشي، ولا كانت الحكومة متفقة على هلا، كله صار متفق. إذا كله متفق واللي عم بيقولوا فعلا بينفذوا، بتصور قادرين نوقف بوجه العالم كله. نعم، قادرين نوقف بوجه العالم كله. كمان قبل ما انتقل للموضوع بس بدي بس شرط ما نبلش نعمله بطريقه طائفيه او مذهبيه او عنصريه، لانه هذا انا عم بقول لك مش دغري تلقائيا حيعمل رده فعل ونرجع نفوت ببعضنا بالبلد، هذا اللي بيرجع بيعرق الموضوع. نعم. كمان قبل ما اختم هالملف وانتقل لشيء ثاني، عملا بحق الرد، مستشار الرئيس السابق ميشيل سليمان بيقول انه لابد من توضيح التالي: الرئيس ميشيل سليمان زار مركز الجيش اللبناني في عرسال يرافقه قائد الجيش بوقتها، والزيارة كانت لسكنة الجيش براس بعلبك ولمنطقة وادي حميد. أوكي. عملا بحق الرد ولتوضيح هذا الأمر. معالي الوزير، الجنوب غزة شو نفعت المساندة؟ في رأي بيقول لك أقحمنا الجنوب، أقحمنا لبنان بحرب ما بنعرف لوين بتروح وأمتى بتخلص، بالوقت اللي نحن شو نفعنا غزة بهالموضوع؟ لكن الإسرائيليين يعني بتشوف رأي عدوك شو عم بيقول، يعني هو إذا بدك ردة فعله عم بتأرجي قديش نفعين غزة. حماس قديش عم بتقول انه المقاومة في لبنان شالت عنا، كم في فرقة محطوطين على حدود لبنان هولي منشالين عن ظهر غزة وعن ظهر الفلسطينيين. اثنين، الدمار اللي عم بيصير بلبنان وما عم نقول مصادر دمار قده عم بيصير باسرائيل، بس نحن اللي بيتصور بلبنان مش عم بيتصور باسرائيل. ثلاثة، هذا خيار بدك تاخده. هلأ نحن مع المقاومة من اول الطريق، هذا خيار ونحن اخذين هذا الخيار، واذا بدك السيد حسن نصر الله كذب على حدا شي مره قال انا ناطر قرار الدوله، ما نحن مش بكل الحوار على استراتيجيه الدفاعين ولازم تبلغ الدوله قبل ولا بعد، لازم قرار استلم بالحرب بايد مين وكذا، ما هذا المختلفين عليه يعني. ووقت اللي كنا عم نحكي عن قرار السلم والحرب اللي اليوم عم بيقول مش عاجبه، قبل كان عاجبه، كان عم بيقول لا يعني الوزير جبران باسيل عم بقصد، بس غير
غير جبران باسيل. انتبه غيروا من اول الطريق موقفه. بس نحن عم نقول المقاومة في الجنوب صارت خسرانة فوق 400 شهيد ويلي عم بيصير وبتقلي مش مأثرة واليوم انت اذا بدك الاسرائيلي عم بيقول تدمرنا والفلسطيني عم بيقول اكتر جبهة مساندتنا وكل العالم جاي يعمل الف واسطة مقابل التخفيف بالجنوب وبيوصلوا اول شيء التوقيف بعدين التخفيف اخر شيء انه طيب ما تكبروا لنا اياها اكتر من هيك ونحن بعدنا هون بنقول اه منا مأسرة. بتعرف ليه؟ لانه هيدي الكلمة السر اللي جاية انه اول شيء انه اول جمعة انه وين ان الحزب قالوا بدهم يساعدوا لحية لا بل صارت فلسطين بلش القصف على فلسطين لايكوا بيعون للفلسطينيين ما عملوا شيء. تاني جمعة بلشوا القنص على الرادارات هلا قاعدين فاتحين لنا جبهة من هون انت ما تعمل شيء بلش القصف وحرام هالبيوت تبع العالم عم تتدمر صاروا زعلانين صار في كم واحد عنا صاروا زعلانين على بيوت اللي على الحدود بالاخواننا الشيعة اكثر ما اصحابهم زعلانين على البيوت انه يا حرام انه صاروا زعلانين على شهداء حزب الله اكثر ما اهليهم زعلانين عليهم انه يا حرام شباب عم بتموت وكذا. هذا الجو هيدي ضمن الخطه انه هلا نجرب نسخف تدخل حزب الله بالجنوب بس هو المنطق اللي عم ينطرح انه نحن ليش مضطرين نفوت حالنا عادل. بهذه الحرب هذا موضوع بالوقت يلي هذا موضوع حطه غير محل لا هيدا اللي عم بيشارعوا فيه يعني هيدا اللي عم بيطرحوا خلينا نحكي هلا هني اللي عم بيشارعوا فيه كانوا اول يومين عم بيقولوا لحو حزب الله ما تدخل بيعهم للفلسطيني بس تدخل قالوا تدخل بس نحن عم نحكي بالمنطق الانسان اللبناني يعني يلي وطني وعم بي عم بي عم بي عم من طريقه بريئه انا بدي جاوبه على هذا الموضوع انه لبنان لانه اليوم بيجي حطوا علي انا قلت القائد الخامنئي انه انا قلت قائد انا قلت القائد مثل ما بيسموه بلده مثلا انه القائد مثل ما بسمي اذا عبكى شفت الملك سلمان بسميه مولانا معناتها انه انا مواطن سعودي عم سمي انا بسمي الانسان مثل ما اسمه مثل ما بيسموه ببلده مثل ما بيحترموه ببلده بس نحن عم نقول نحن اليوم بهالمنطقة في محاور عجبنا ولا ما عجبنا هلا هذا اذا بدك تعتبر فلسطين مش مربوطه باليمن اليوم مش مربوطه بسوريا مش مربوطه بالعراق مش مربوطه بلبنان انا قلت لك لا يا حتعتبرني ما بفهم يا حتعتبرني عم كذب لا مربوطه بس هذا الربط صار له 20 سنه بيخبرونا اياه كلهم ولا لا يعني هلا بتقلي انا بنبسط عبكره تكون عم نحارب هلا وهالمعركه بقول لك لا مني مبسوط انا مع السلام يعني انا اذا بتقول لي السلام الدائم والشامل يلي طرحوه بمدريد وكل هول هذا كان حل هلا وصلنا للي وصلنا له بتقول لي انا ضد المقاومه لا انا مع المقاومه حتى تحرير الارض انا في عندنا مزارع محتله هلا بتقول لي اللي صاير انت بتدعمه بقول لك انا شايفه انه اليوم انا مني متفاجئ فيه يعني انا عارف انه حيصير انا عارف انه بس تعلق وغيري عارف وكل العالم عارفه بس تعلق وين بس تعلق بفلسطين اللي صار بفلسطين انه في المقاومه في لبنان مساندة في وحده ساحات لن تبقى يعني. اكيد في وحده ساحات طيب بس في وحده ساحات هلا في وحده ساحات بشكل او باخر يعني قديش جرب السيد قديش ضرب الحزب بسوريا وقديش راح له شهداء بسوريا منين كان يرد من سوريا ما بده يورد لبنان يعني قديش جرب يتجنب هذا الموضوع بس المنطق يلي بيقول لك انه الحزب الله هو اللي فتح النار من دون تشاور مع اللبنانيين الاخرين من الطبيعي انه ما هذا نحن اليوم بس السيد شو كان يقول نحن سنكون حيث يجب ان نكون وقت اللي قال هالكلام بال2006 هو اللي راح خطف الجنود الاسرائيليه بال96 ما بعرف شو كيف بس دائما اذا عم نطلع بسوريا طلع ما استشار حدا طيب بكله بس هل لا انت اليوم في هذا خيار استراتيجي بس هيدا الخيار ما في اجماع عليه يعني ما في اجماع لبناني عليه يا حبيبي معك حق نحن مختلفين عليه نحن مختلفين عليه بس مختلفين عليه من 15 سنه ومن 20 سنه ما في نحن اليوم معه نحن بنقول في غيرنا ضده بس ما فيك اليوم تكون معه بكره ضده بعد بكره معه جمعه الزين نص نص وما فيك تجي تخبرني يا اعذار انه هالمره
الحزب هو بلش ما بال. طب شو بدنا بموقف الوزير بسيط؟ الموقف الاخرين يعني موقف من الاساس موقف الهويت من الاساس ضد. طيب ايه؟ بس برضه موقف الاساس من الاساس ضد. بس انا اذا كنت مع بصير ايراني وهو اذا صار موقفه منسجم مع اسرائيل هو وطني. لا مش مزبوط، هو كمان منسجم موقفه مع اسرائيل. يعني انتبه بهذا الموضوع. هو بيقول لك لا موقفه مش منسجم مع اسرائيل، موقفه انه ليش نحن مضطرين ندفع الثمن وليش حتى بكركي عم بتقول هيك. يعني في من راس يعني البطرك اللي حضرتك بتقدره وبتحترمه يا حبيبي في كمان هو عم بيقول هيك. انا عم بقول لك اللبناني البريء، اللبناني البريء. وانا بقول لك كل انسان، وانا بقول لك وكل انسان بيزعل على اللي عم بيصير فينا. ما تفكر ما عم بيصير فينا، بس ما بيتفاجأ. انا مش متفاجأ. انا عارف انه رح نوصل لمحل نصير هون. يعني انا عارف، وانا عارف انه هذا موضوع، بس هذا موضوع ما حينحل الا بس تنحل بين الامريكاني والايراني، بين السعودي والايراني، وتصير فيه إذا بدك تسوية بالشرق الأوسط تتأدي إلى سلام بالمنطقة. وغير هيك ما بينحل. ما نصدق إنه حينحل. هلا بيجي بيقول لك أنا ما بدي. هلا مثلا بيشرح لك الدكتور رجع إنه أنا ما بدي، ما فيني أحمل سلاح والله. تعمل حرب؟ شرف، أرجيني من بيدعمك، خرجيني إذا فيك تشيله بالقوة، أرجيني كيف. إذا بتقنعني ولا بركي بركي عبكرة خيي هالبلد إذا نعتني جبناه وصرنا، وإذا أنت ربحت يعني أوف بلد بصير أكثرية مسيحية. والله 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 فكرة حلوة، تعال نشوف. تجي بتقول لي لا انا ما بدي هيك. طب اذا ما بدك هيك شو بدك؟ طب انا طرحي تنطر تنوصل تسوية بالمنطقة، بتخلق المناخ المناسب، بنقعد نتحاور بجدية، مش عم نتحاور تنزيد على بعضنا، على تلاقي استراتيجية دفاعية تعمل سلاح واحد جيش واحد يلي هيدا كلنا بنطمح له. ما حدا يفكر انه انت مع ضد سلاح ونحن مع سلاح. نحن ضد سلاح وانت ضد سلاح. بس كلنا كل انسان مواطن لبناني وطني بده سلاح واحد على رجاش واحد بارض وحده باستراتيجيه دفاعيه وحده. المشكله بالتوقيت انت عم تطرحها بنيه سيئه بس تضرب سلاح الحزب، ونحن عم نقول نطول الوقت المناسب تنلاقي صيغه وطنيه تجمعنا كلنا، تنلاقي استراتيجيه دفاعيه وحده. الوقت المناسب هو ايمتى؟ بس تخلص تسويه بالمنطقة، بس تركب التسويه بالمنطقة. هذا الفرق. نعم. انه بيجي بيقول لك انت مع السلاح. خيي لا، انا اكيد ضد اسرائيل، واكيد انا اليوم اذا اسرائيل بتصبط لي ارضي انا مع تحرير ارضي بكل الوسائل ومع المقاومه وكل هول. بس مع بكره انه لبنان يضل فيه سلاحين على ارضه كله، لا مني مع سلاح يضل على. هلا بتقلي هلا عنا هالامر موجود وهالشغله موجوده كيف بدنا نحلها؟ بقول لك انطر الظرف المناسب، التوقيت المناسب والتسويه بالمنطقه، بتلحق التسويه بلبنان وطنيه كلنا بنتفق عليها بنقدر نحلها. بتقلي لا بدك تعمل بطل قومي وتنزل، انا بقول لك جرب، بس انا بقول لك حيدفعوا ثمن كل المسيحيين وكل اللبنانيين اللي بيراهنوا. فاصل اعلاني اخير، بعد هذا الفاصل ختام اللقاء معك بالمحور الأخير أو بالسؤال الأخير بعد هذا الفاصل. معالي الوزير، يعني بالدقائق الأخيرة من هذه المقابلة الحقيقة في كتير تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتصويت على السؤال يلي طرحناه على منصة إكس، و أيضا هناك أسئلة كتير من المشاهدين على عدة أمور، وأيضا في تطورات ميدانية برفح رح نحكي عنها. بس خليني أسألك، يعني في سؤال له علاقة بموضوع النازحين، خليني أسأله ونرجع ننتقل للمواضيع الأخرى. عم بيقولوا أنه هل فعلا بوقت قائد الجيش العماد جان قهوجي عرض على حكومة الرئيس مئاتي تجميع السوريين على الحدود وإقامة خيم لإلهم، وبهداك الوقت رفضت الحكومة هالأمر؟ الرئيس مئاتي جاوب على هذا السؤال، بس بعرف أنا بتذكر أنه الوزير رشيد درباس كان عم بيشتغل على الموضوع، كان وزير شؤون اجتماعية، وكان بوقتها في خوف من أنه يعملون بؤر بؤر بؤر. كان هذا الجواب الحكومي، بس بعدين شو انطرح بالتفاصيل ما بتذكر. نعم. طيب خليني اختم هذا اللقاء بما يحدث في هذا الوقت، في هذه الأثناء هناك مجزرة عم ترتكب برفح، يعني في قصف، في اعتداء، في ضحايا، في يعني هل هناك من مجال لتسويات معينة
لحلول معينة، لهدنة معينة، لمفاوضات معينة بالوقت اللي عم نشوف شو عم بيعمل العدو يعني برفح؟ يعني إسرائيل تدعس على مجلس الأمن، تدعس على كل ما حدا بيطلع على، وبتلاقي دايما أنه بيلاقوا لها أعذار وبيلاقوا لها حماية، وفي مين بيحمي لها حقوقها بمجلس الأمن. وأنا بلاقي أنه كل اللي عم بيصير هو جريمة بحق الإنسانية جماعي. وأنا بحب أقول أنه فلسطين هي القضية العربية الأولى، واليوم قد ما جربوا يعتموا عليها وقد ما جربوا يغطوا عليها وقد ما جربوا، رجعت هي حطت حالها، رجعت هي شالت حالها. يمكن كلفت دم كتير، كلفت قد 48 يمكن، بس رجعت صارت القضية العالمية الأولى اليوم، من قضية عربية أولى لقضية عالمية أولى. وفينا نقول أنه كل العالم قريت الصورة الحقيقية للإسرائيليين كيف بيتصرفوا. أنا بتذكر وقت جدي كان يخبرنا أنه النازية كيف حرقوا العالم، هيدي شايفها العالم، بس بفترة الإسرائيلية وقت اللي بعد 48 حطوا عليهم حطبوا وولعون، كنا نقول عم بيزيد. هلأ صرنا منشوف أنه فعلا هذا التصرف، يعني هلأ القتلة العيون تحت المستشفى وكل هذا، يعني هذا ما في شيء بذكرك إلا بالنازية، يعني هذه الطريقة النازية. ولذلك أنا بتصور إنه يعني اليوم عم بيصير جد، يعني ما فيك تكون. وبعدين خاصة أنا بقول إذا كنت لبناني لازم تكون مع فلسطين، إذا كنت عربي لازم تكون مع فلسطين، وإذا كنت مسيحي ومتعصب، لأنه إذا مسيحي إذا بدك يساري أو منفتح تكون مع القضية الفلسطينية، إذا كنت مسيحي يميني لازم تكون أكثر، تعرف ليه؟ لأنه هذا الحل الوحيد اللي بيبعت الفلسطينية على بلدهم. ما أنت اليوم عم تمشي مع الشيء ونقيده، بتقول أنا شو بدنا فيهم يروحوا يتسلوا؟ ما أنت طب ما صار لك 40 سنة عملت حرب ترجع الفلسطينية على فلسطين، وقلت ليلة التوطين وما بدنا نقبل وما بنحطهم هون، طب كيف بدك ترجعهم إذا ما بنيوا دولة بفلسطين وإذا ما ساعدتهم يعملوا دولة بفلسطين؟ بس اليوم بهاي المرحلة هيدي في عدة مؤشرات، في عدة تطورات صارت، يعني لما منشوف الرأي العام العالمي، لما نشوف بجامعات كله أمريكية كله وأوروبية وتظاهرات، كله الإسرائيلية ما عم بيردوا عليه، والأمريكان داعمين، بس الأمريكان يبلشوا يغيروا رأيهم، وبلشت الشعب الأمريكاني بلش يشوف الأمور، الإدارة بعدها قسم هيك قسم هيك، بس الشعب الأمريكاني صار كتير متطور بهالموضوع. وانا بتصور زمن السوشيال ميديا في كتير سلبيات، وسلبياته اكثر من ايجابياته، بس من بعد ايجابياته هو انه كل العالم صارت عم تشوف كل شيء، يعني صار بيوصل كل العراق بهذا الموضوع. وانا بتصور انه بعد هالحرب غير قبل هالحرب اسرائيل بالنسبه للعالم، يعني اليوم عم نشوف هالدول اللي عم تعترف بالدولة فلسطين يلي ما كنت تشوفها، لك كيف صارت، يعني صار في انقسام كبير دولي تجاه القضية الفلسطينية. طيب كانوا بالأول وأنا كنت تحكي 100 دولة ما بين 2 5، هلا صار والله صار في عم تتكلم. طيب محكمة أيضا، محكمة العدل، محكمة الدولية، حطيك المحكمة أنا برأيي بعد هالقصة اف، يعني أكيد إسرائيل وأمريكا عوام المحكمة وكانت تشوف. بالمقابل في شغل كان عم بيصير لهدن ولمفاوضات ولخارطة طريق وإطلاق أسرى وتفاوض وهدنة، كله هيدا بتلاقي أنه ما بيوصل لنتيجة؟ يعني شو الأفق الموجود؟ رأيي هول الإسرائيلي بده يخدهن تيرتاح بتدمير رفح وتدمير غزة، الفلسطيني بده هدنة طويلة الأمد. هلأ والله الفلسطيني جبار وحماس جبارة، وقفت لآخر دقيقة، وأنا بقول يعني ما فيك إلا مثل ما بيقولوا يعني ترفع لنا القبعة، إنه هولي جماعة هولي مقاتلين، وهولي إذا بدك تعتبر مقاومين حقيقيين، وهولي صمدوا، يعني لك 7 كيلومتر ب30 كيلومتر صار لنا 8 شهور خامس جيش بالعالم وأول جيش بالمنطقة ما عم بيقدر، الساعة عم بيطلع عليه رصاص من أول يوم محل ما فات، هذه مقاومة، وهذه كان يفوت يكذر من كم سنة، وهذه المقاومة، لأنه دعموها مقاومين، لأنه في ناس ساعدوها، بيجوا بيقولوا لك بدنا نضرب لبنان، أحلى شيء بيجوا بيقولوا لك أه حيدمرونا، بيدمرونا بس تدمر إسرائيل، ما عم بقول ما فيني جيش خامس جيش بيقدر يقصف لبنان كله، بس رح تدمر معه إسرائيل، لذلك هذا اللي مانع، هذا قوة الردع، مش قوة الردع إنه حكي لنا فلان مع فلان وفلان تواصلت لنا وفلان عم بيحذرهم. أنا بقول لك أي ضربة على لبنان
أوسع لا تتوسع بإسرائيل. مطار ما فيه المطار، جسر ما فيه جسر، طريق ما فيه طريق، مرفأ ما فيه المرفأ. هذا اللي جدع ضرب لبنان، هذا اللي عم بيرضى ضرب لبنان. يعني ختام هذا اللقاء أو هذه المقابلة معك من التطورات الميدانية الفلسطينية، وهيدي بعدها حنروح لفترة سلام طويلة أو لفترة هدنة طويلة طويلة طويلة، وأنا برأيي هذا اللي حيريح لبنان. يعني هيدا اللي كنا عم نقوله، أنه ما بعد 27 ليس كما ما قبل 27، هيدي نقطة فاصلة. أكيد. بس بعد اللي هلا حيصير، بس تخلص هيدي رايحين على شيء جديد وشي بيريح المنطقة ككل. أنا هيدا رأيي، هيدا انطباعي. أنا بدي أشكرك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على هذه الإطلالة الليلة. بختام هذه الحلقة بس بدي أشير إلى أنه في سؤال كنا أطلقناه للتصويت من 12 ساعة، هل سيكون سليمان فرنجية رئيس الجمهورية المقبل في لبنان؟ بعد 12 ساعة نتيجة التصويت هي 59% قالوا نعم و 41% قالوا كلا. هلا ما بنعرف هو هيدا التصويت معهم التلت المعطل بعد. هلا هيدا التصويت ل 24 ساعة بضل. اول 12 ساعة ربحت، تنشوف بالاخر شو بتكون النتيجة. 12 ساعة بس انا بحب اقول لك شغلة، انه انا شو ما صار حضل مسيحي وطني وعربي، ما حدا بيقصتني مسيحيتي، ما حدا بيقصتني وطنيتي، ما حدا بيقصتني عروبتي. بكل الظروف وقت تكون خسران وقت تكون ربحان، مش وقت بكون ربحان شيء وقت بكون خسران شيء. شكرا لك سليمان فرنجية على هذه الإطلالة الليلة، أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة، و إلى اللقاء بتسعة حزيران. بدي أرجع أذكر أنه إن الله رد بتسعة حزيران عاملين القداس بأهدن، أنا دايما دعوة عامة ما بنزعي حدا، بس بيعرفوا العالم وكتر خير العالم كل سنة عم نعذبهم. شكرا لك سليمان بيك. مشاهدينا إلى هنا تنتهي هذه الحلقة الليلة، كنا معكم مباشرة من بنشعي مع رئيس تيار